بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. We will continue today on the quality management system. We will start with one of the important essential. بنبدأ بحاجة من الحاجات المهمة جدا في ال quality management system اللي هي ال equipment. وال equipment مهمة جدا بالنسبة لل processing عشان توصل ل ideal result. وهي ون من الحاجات المهمة شديد جدا جدا، لأنه لو كان عندك بروفيشنال ممتازين وعندك محاليل كويسة وأي شيء، بس ما عندك equipment or ولا equipment فيها problem، this will it will give a bad impact أو بتدي نتيجة ما كويسة. طيب ال equipment at the end of this module we will list factors to consider prior to purchasing equipment for the laboratory. حنعرف ان شاء الله الفاكتورز اللي بتتاثر قبل ما نشتري الاجهزه، كيف نشتري الجهاز وليه نشتري الجهاز، لان دي والله مهمه جدا، لانك تشتري جهاز من وين تجيبه ودار تسوي به شنو، يعني ما بتجيب اي جهاز. المانجمنت المانج سيلكشن اند اكوزيشن اوف نيو اكويبمنت، وبرضه تو ديسكرايب ذا ريكويرمنت فور بريفنتيف مينتنس بروجرام فور اكويبمنت، دي برضه هنتكلم عنها بطريقه يعني مفصله ان شاء الله. البريفنتيف دي to provide a rationale for developing a preventive maintenance programs in your laboratory, و at last to explain how to retire old or outdated equipment. الجهاز بعد ينتهي بعد، لكن احنا بنحاول نتخلص منه لكن بطريقة معينة، ما بنرميه ساكت، لكن في دراسة بتتعامل فيه حتى بعد ذاك الترمي. عندنا سيناريو هنا، السيناريو قال the reader fails while performing EIA test. There isn't a document procedure for troubleshooting. لازم تشتغل في الجهاز وما عندك troubleshooting process أو procedure. The maintenance log has not been updated. الدفتر أو الكتاب اللي بتلقى فيه هو troubleshooting process ما موجود. موجود لكن ما not updated for 3 years. And the manufacturer's instructions are missing. ثلاث حاجات هنا بتعطلك من الشغل. الريدر ممكن يكون اي بتاع بي سي ار، بتاع اي حاجه تشغل فيها، لكن عندك ثلاثه مشاكل هنا. المشاكل الاولى اللي هي المينتنس لوج ما موجود و نوت ابديتد فور 3 ايرز، معناها زي كان ما موجود، والمانفاكشر انستراكشنز برضها ميسنج. وات شود يو دو وهواي، وات شود يو هاف دان ايرليا، وات يو دو اف ذيس هابند ان ذا لابوراتوري. أربعة أو خمسة أسئلة مفروض تجاوبها من في السيناريو الفاتة. رفل كده إذا قلنا نتكلم نقول what should you do، وهاي إنك هنا بتوقف الشغل لحد ما تلقى لك طريقة من الطرق، تستعين بصديق، تستعين بأي حاجة عشان تقدر تحل المشكلة بتاعة الجهاز، أو تجيب زول من الناس الأجهزة يكون عنده فكرة من الشركة يحل لك المشكلة دي. هواي لانه ما اي زول بيحل المشكله دي الا زول يعني كواليفايد فيها. What should you have done earlier؟ انت قبل ما تعمل الحاجات دي تكون مجهز المينتنس لوج حقك، وتكون المانفاكشر انستراكشر الموجوده قدامك، ويكون عندك زول ممكن يعمل الشغل بتاع لو في مشاكل كيف يحلها، لو كان لابراتوري ساينتست او زول من الناس الاي تي. equipment management بيأثر في شنو ال performance high level. كل ما كان ال equipment كويس كل ما كان ال performance high level، وكل ما كان ال test بتقلل ال test variation، بتقلل ال test variation، و بالطريقه دي it will lower the repair cost، الكوست بتاع التصليح، يعني بدل كل مره تصلح جهازك لو انت شغال طوال بتعمل تشيك للجهاز وكده، بتكون غيرته، بتكون قللت الكونسيومز بتاعت الجهاز بتاعت الاصلاح.
وإذا قللت الريبير كوست خلاص أنت قللت يعني بقيت. لكن إذا جهازك ما مصلح وما قدرت تعمل الشغل المطلوب منك هتكون عندك مشكلة زي الفوق دي it will cost a lot of money. ونحن دائما في الشغل بتاع المعامل لو كان برايفت ولا جفرمنت بنحاول نقلل الكونسيومز، ودي واحده من المعاني الكواليتي انك تو دو ذا ثينج رايت ويز لو كوست. ويز لو كوست ما دائما الزول يمشي ل هاي كوست وما يقدر يصلحها. ات لينكس اللايف تايم سبان بتاع الجهاز برضه، يعني عندنا اربع حاجات هنا، البرفورمانس بيكون هاي والكوست بيكون له بتطلع بتقلل زمن الجهاز زمن عمر الجهاز، وبعدين الريزلت بتكون ما فيها فاريشن كتير. برضو الاكويبمنت مانجمنت ريديوس انتربشن اوف سيرفيسز وجريتر كاستمر ساتسفاكشن، ودي واحده من الحاجات المهمه جدا. If your patient is always smiling it means that he accepted what is done، يعني طريق شغلك يعني. لكن اذا لقيته دائما زهجان وكذا معناه you have something wrong in your lab. لو اتكلم معك او ما اتكلم ممكن يمشي يتكلم بره يقول اللاب الفلاني ده فيه مشاكل وكذا وكذا. فاذا الاجهزه لما تكون صالحه للعمل بتوفر لك ثقه بينك وبين الكاستمر. البروجرام كونسيدريشن اللي هي اول حاجه سيلكشن اند اكويزيشن، عشان تختار جهاز قلنا لازم تعرف انت داير شنو بالجهاز، وات ار يو جوينج تو دو ويز ذيس اكويبمنت، وات تايب اوف تيست يو ار دوينج، از ذا ريجنت افيلبل اور نوت، ذا فلو اوف ذا ريجنت، از ات ايزي تو جيت يور ريجنت اور نوت، ذا بريبيرنج يو هاف engineer near you he will help you or something like that. Scientist who is doing the job are they trained and so on. دي كل الحاجات تحطها في اعتبارك حتى بعد ذاك تمشي تفتش للجهاز. واهم شيء it is better لو كان الجهاز ده معروف للناس من قبل، يعني ما شرط كل حاجه تجيبها جديده، لكن اذا لقيت معروف لانه الزول اللي قبلك بيوريك what is the problem of this equipment. So البروجرام consideration في selection and acquisition، حتى من بعدك بيجي الانستليشن التركيب والكولابريشن performance evaluation والمينتنس والترابل شوتنج والسيرفيس اند ريبير اند ريتيرنج equipment disposition. بعد ما الجهاز خلاص انتهى عندنا خمسة أو أربع حاجات دي في البروجرام حقه: installation, calibration, maintenance, troubleshooting, service and repair and retiring equipment. دي القائمة بتاعت ال selection. طيب equipment management assign responsibility for all equipment، يعني يكون عندك زول responsible لكل الحاجات اللي انت بتعملها. زول مسؤول من مثلا التدريب، زول مسؤول من ايوه assign responsibility for all activities، يكون train all personnel on requirements and maintenance needs، monitor equipment management activities اللي هو to ensure all procedures are followed. الأهم شيء في العمل بتاع الأجهزة دي إنك يكون عندك SOPs للعمل حقك. الـ SOPs اللي هي step by step procedure، إنك تشتغل شغلك step by step، وعشان ما تشتغل الشغل هب هزر وتطلع لك نتائج ما تبع الخطوات. حتى لو كنت حافظه وفاهمه ايش بتر انك تيوز الاس او بيس وتكون موجوده في البنش حقك في الترابيزه موجوده الاس او بيس. دار اشتغل يوريا بقول والله اليوريا دي ستارت وي سو ان سو ان سو ان فينيش وي سو تيل يو جيت ذا ريزلت. التركيب المحاليل كده باخذ كده من المحلول باخذ كده كلها تكون مكتوبه في حاجه اسمها يعني اس او بيس ستاندرد اوبريشن بروسيدير. ده ليش نو؟ عشان تو انشور اول بروسيدرز ار فولود، ريفيو اول ريكوردز روتينلي اند ابديت بروسيدرز از نيدد. دي كلها ممكن تعملها از مونيتور اكويبمنت مانجمنت اكتيفيتيز، دي الاكتيفيتيز حقته.
برضو selecting and acquisition دي اتكلمنا عليها، وقلنا انك انت قبل ما تختار، قبل ما تمشي تشتري الجهاز وكده، you have to do قبل ما تمشي تشتري الجهاز تشوف ال equipment needs دايرين على شنو، وال facilities الموجودة عندك. يعني اذا قلت انا مثلا داير جهاز بتاع هيتاشي عشان انا اعمل بيه كيمستري، اشوف الفاسيلتيز اللي عندي موجوده شنو، هل الفلو اوف ذا ريجنت افيلبل، هل الووتر سبلاي جود، الالكتريسيتي از ات جود، البيبل البيرسونيل ار ذي ار افيلبل، اي مين ذي ار كواليفايد تو دو ذا جوب، اف ذي ار نوت ويل كواليفايد هاف اي انا عندي القدره ان اقدر ادربه، وهكذا اللي هو performance characteristic والكوست والريجن دي كلها بتتأثر بشنو before you select or acquire equipment. برضو في selecting and acquiring اللي هي easy to use الجهاز، يكون الكريتيريا حقته easy to use، واللانجوج تكون مفهومة، والوارنتي اللي هي الجهاز لما تشتريه لازم يكون عندك فرصة انك ترجعه ولا تعمل الحاجة تعملها شنو، تقول تتفق مع زول اتفاقات معينة. السيفتي ويل ات فيت، ويل ات فيت دي برضو مهمة، ويل ات فيت بال هل هو ات ويل دو يور جوب وات يو وات يو وونت. يعني عشان ما تقوم تشتري مثلا جهاز وبعد شوية تيجي تقول والله يا اخي الجهاز بيعمل بيعمل الكدني فانكشن تيست، لكن ما بيعمل فيها، ما بيعمل معاها الكترولايز، او ما بيعمل معاها مثلا كالسيوم كده، فانت تمشي بعد لك تجيب الجهاز اللي بيعمل ده. لا، من الاول فتش if is it possible to bring this equipment which will do what will fit for all. اذا في طريقه زي دي ممكن otherwise تخلي ما تجيبه. برضو الاكويرنج اكويبمنت اللي هي المساله بتاعت هل تجيبه بالبيرتشيز ولا ليز ولا رنت ولا تجيبه بشنو، الطرق اللي بتجيبه بيها ممكن تستلف جهاز، ممكن جهه تتبرع عليك بجهاز معين لكن بالكرايتيريا اللي انت دايرها، ممكن يسلفوك جهاز، يعني كل الحاجات دي ممكنه، ممكن تعمل كونتراكت عشان تشتري جهاز. فالطرق الاكويرنج اكويبمنت ممكن تكون بيرتشيز ليز رنت اور دونيشن، وبعدين بيكون في سنترال اكويزيشن وبالك بروكرومنت اللي هي كيف جهازك انت بعد ما جبته وكده، وهنا يكون عندك عقد مع جهه معينه، يكون عندك كونتراكت كده عشان تقدر تواصل فيه الشغل حقك. الحاجه المهمه في الحاجات دي كلها انك انت الجهاز ده لما تجيبه ما يكون عندك حاجه كبيره مثلا تجيب قدامك تقول لك تندم تقول يا ليتني انا ما جبت الجهاز ده، لا، نحن دارينا من عشان كده تكلمنا عن التدريب الناس، تكلمنا عن المحاليل الفلو حقها، تكلمنا عن هل هو موجود في جهه معينه انت استفدت منها سالتها ولا لا. لما تكون عارف المعلومات دي كلها بعد ذاك it is easy for you to do your job. النيجوشيشن اكويبمنت بقدر تشتري جهاز، في حاجات ممكن تعملها تتفاوض فيها وكده، wiring diagrams، software information، البارت ليست، الاوبريتر مانيوال، دي كلها حاجات تتناقش فيها وتفهمها برضو قبل ما تجيب شنو الجهاز، وتكون افيلبل. يعني ما بعد ما تجيب الجهاز تقول الله والله يا اخي الجهاز ده جاني لكن ما فيه سبير بارت، او السبير بارت بعته مكتوبه في الورق لكن ما جاهزه في ما موجوده في الكرتونه اللي انا جبتها. فدي كلها حاجات يمكن تتشاف بسيطة لكن it will obstruct your work، تديك نتيجة خطأ. before equipment قبل ما تركب الجهاز برضو confirm الفندورز responsibility in writing، دول الشركة اللي بتجيب لك الجهاز دي تمشي تاخذ منها جارنتي او اتفاق انك تكتب لك الكلام ده كتابة، if something happens I will do so and so، زي تكتب مثلا قصة الطرف الأول يعمل كده والطرف الثاني كده، يكون في الـ في الكم الـ الـ
نيجوشيشن مع الفندر ديل، الناس اللي بيصدروا ديل، تقوم يكتبوا لك ويقول لك والله جهازك ده لو خطأ خارجي او خطأ، الا خطأ يحصل من اليوزنج بتاعه، لكن اي خطأ ثاني احنا ممكن نشارك معاك فيه. والكلام ده يكون ريتن، كل ما كان ريتن بعدين بيكون لك از دوكيومنتد. بعدين استابليش تشيك ليست لل الاصلاح حق الجهاز، التشيك ليست للحاجات اللي بتتعامل في الجهاز وهكذا. التشيك ليست دي it will lead you to do the job. this check يعني بتقودك عشان تكمل الشغل حقك. ال equipment installation بعد ذلك جينا للمسألة بتاع التركيب. when possible have manufacturer install and set up. لما تيجي تركب الجهاز it is better انه زول صاحب الشركه او الممثل له يكون موجود معاك. ليه؟ اول حاجه في الكرتونه اللي جبت فيها الشغل ده يمكن تكون في حاجه مست زي ما قلت قبل شويه، فهو لازم يكون قدامك عشان يكون شاهد على الشغل. الشيء الثاني هو يكون عارف كل صغيره وكبيره، او هي شود نو ايفري ثينج اباوت ذيس اكويبمنت، بيكون قدامك. لكن لما تشتغل انت براك ويجي يقول لك والله انا ما دخلت فتحت الجهاز ده براك واشتغلت فيه، الخطا ده ما خطا حقي انا. Do not attempt to use prior to proper installation. ايوه، مرات نحن لما نجينا جهاز جديد ممكن بالفرحه ولا بالمستعجلين ولا كده دايرين نشغل الجهاز ولا كده، فطوال نقوم ندخله في البلاك بتاع الكهرباء لو كان 210 ولا 220 يعني ما بنهتم به لو كان كده. لا do not attempt، ما تحاول انك تشغل الجهاز قبل التركيب الصحيح حقه. وقلنا يتبتر يكون معاك الزول ممثل للشركة. verify package contents، أيوة فعلا تشوف الحاجات الموجودة شنو. وكوبي سوفت وير if part of system، برضو تعمل لك نسخة من البرنامج حق الجهاز أو الحاجات المعلومات اللي في الجهاز عشان تشتغل بيها وتكون لك يعني باك اب. after equipment installation inventory record، ايوه الانفنتوري ده مهم جدا انك في المحافظه على الجهاز وتحط الجهاز وين وكده. فالانفنتوري حقه الانفنتوري ريكورد بيجي في الكالبريشن والفيريفيكيشن والاوبريتنج بروسيدير المينتنس بروجرام ترين اول اوبريتورز، كل الحاجات دي المفروض تكون موجوده في طريقه شو يعني اي زول يشوفه يعرفها، يعرف كيف طريقه الكالبريشن وكيف يتحقق من نتيجه الفيريفيكيشن والاوبريتنج بروسيس اللي هي الاس او بي ولا اي طريقه تشتغل بها، المينتنس بروجرام، الترين اول اوبريتس. ودي برضه من الاشياء المهمه جدا جدا انك دا تشتغل في جهاز لازم كل الناس اللي عندهم الاثورتي يشتغلوا يتدربوا على الجهاز ده. يعني مجرد ما جبت الجهاز وعملت له انستليشن بالكده تقوم طوال تشوف ناسك امكانياتهم شنو، ما عندهم طوال بعد لك تمشي تدربهم حتى تجيبهم تدربهم في نفس الشركه اللي جبت منها الجهاز ده اف بوسيبل. بعدين الاكويبمنت كاليبريشن بيرفورم انيشال كاليبريشن، يكون عندك طبعا في فرق بين الكاليبريشن والكنترول. الكاليبريشن بتيجي تعمله في المشين ذاتها بطرق معينه، يوز كاليبريترز اور ستاندرز فولو مانفاكشرز انستراكشن ديتيرمين فريكوانسي اوف روتين كاليبريشنز، اللي هو الطرق بتاعه الكاليبريشن تكون معروفه ويا حبذا لو كانت موجوده في المانفاكشرز انستراكشن، لانه كل شركه يكون عندها طريقه معينه عشان تعمل الكاليبريشن للاجهزه. طيب perform performance evaluation، جهاز جديد new equipment تست نون سامبل، ايوه دي لما نجي نعمل الكنترول وي شود يوز نون سامبل ريزلت وتشتغل فيها بارلل مع السامبل، يعني النون سامبل تشتغلها مع سامبل معروف الريزلت حقتها وتواصل بها الشغل حقك عشان توصل برضه للنتيجه الصحيحه. فاهم حاجه هنا test known sample should be في الـ analyzer. بعدين establish
استابيليتي فور تمبريتشر. ودي كبير السؤال ده قلناه، قلنا لما نجي بيفور الانستليشن او بيفور الاكويزيشن لازم نعرف درجة الحرارة اللي عندنا، الكهرباء اللي عندنا شنو، والاستابيليتي حقتها كيف، هل هي ستيبل ما في ستيبل، بعد ذاك نفكر نجيب جهاز استابلايزر ولا نجيب اي حاجة للدوام للمداومة بتاعة الكهرباء. فدي من الحاجات المهمة جدا في قبل ما تشتغل الجهاز حقك. الفانكشن تشيكس اللي هي مونيتورنج انسترومنت بارامترز، البارامتر كلها الداتا تشتغل فيها لازم يكون في لها مونيتورنج، يعني او طريقة تشتغل بها، يا اما periodically او daily weekly او month او after major instrument repair. الاخيره دي معناها خلاص يو ار فيد اب، الجهاز بعد خلاص حصل فيه مشكله كبيره حتى نجي تعمل المونيتورنج البارامترز حقك. لا، لكن احنا دايرين يا تكون يوميه او شهريه او مانث او مانثلي ويكلي او ديلي كده، او فروم تايم تو تايم. الاكزامبل للحاجات اللي بنشتغلها اللي هي انكوبيتر تمبريتشر والويف لينث كاليبريشن والاوتوكليف تمبريتشر شارت. دي من الاشياء المهمه برضو في الاجهزه، الانكوبيتر الحراره حقته والويف لينث كاليبريشن اند سو اون، ده حسب الجهاز اذا كان جهاز فيه الحاجات دي موجوده. البريفنتيف مينتننس، وقلنا ده ات از ا فيري امبورتنت ايشو، حاجه مهمه جدا في الـ في الـ في الـ في المينتننس، اللي هو يكون بيتعامل قبل زي ما بيقولوا جماعه، يقول لك قبل البلا ما يقع، او يعني قبل ما تحصل حاجه انت تجي تشتغل الروتين كليننج، تستعمل ادجستمنت ريبليسمنت اوف ايكويبمنت بارت، يتعملها قبل. وبعدين يكون في بتر المهندس اللي بتاعك ده يكون موجود افيلبل طوال موجود اذا في اي مشكله، ومهمته كمان مش انه يكون افيلبل بس، يكون في روتين تشيك اب للاجهزه. ده هو البريفنتيف مينتننس. بالنسبة للإمبلمنتنج في التركيب، أساين ريسبونسبيلتي، ودي قلنا من الأشياء المهمة جدا في الشغل حقنا في اللاب، إنك لازم يكون عندك زول ريسبونسبل، يعني ما تكون الحاجات فاك ساكت والبي حصل ذاك البي حضر يجي هو يشتغل، لا، الجهاز الفلاني مسؤولية فلان الفلاني. ولكن دي مش معناه إنه فلان ده بيحتكر الجهاز يشتغل فيه براو، لا، هو بيكون عنده المسؤولية حقته، بيعمل الديلي مينتنس او ديلي تشيك اب للجهاز حتى من بعد ذاك الباقيين يجوا يشتغلوا، لكن لازم يكون في ريسبونسبيلتي. اي حاجه ما فيها ريسبونسبيلتي بتكون يعني مشاع لكل زول يجي يعمل خطا وينكل يقول انا ما عملته. فالمساله بتاعت الاساين ريسبونسبيلتي دي مهمه جدا. ديفلوب ريتن بوليسيز اند بروسيجرز، وفي فرق طبعا بين البوليسيز والبروسيجرز. تيجي تعمل البوليسيز اللي بتشتغل بيها، هنعمل كده ونعمل كده ونعمل، والبروسيدر دي بيكون من ضمنها الاس او بيس بروسيدر. زين مينتين ريكوردز، يكون عندك حاجه تكتب فيها كل الكبيره وصغيره قابلتك في الشغل حقك، ويا حبذا لو خطيتها للناس في البنش برا، انه اي زول يجي في اخر اليوم او في اخر الشهر او كده يفتح ويشوف الريكوردينج ده اللي حصل فيه شنو، والعمل شنو، والخطا اللي حصل شنو، والعالج منو. ما في هو ما في مشكله انه الناس او زول يكون يخطا كده، لكن what you have done after you commit a fault، يعني بعد ما حصل الخطا عملت شنو. فيجي زول بعد ذاك اللي بعدك بيتابع الطريقه. فمهمه جدا يكون عندك ديفلوب ريتن بروسيسز بوليسيز اند بروسيدير، وتكون في مينتين ريكورد وترين ستاف في كل خطوه. نحن نقولها بنجي نقول ترين ستاف ترين ستاف، لانه يا جماعه التريننج ده واحد من الاشياء اللي بتخلي الاستابيليتي للشغل حقك. كل ما كان الناس كلهم مدربين وعندهم قابلية إنه يتدربوا، ودائما نحن لما نقول تريننج ما بنقصد تريننج لما تحصل مشكلة وبس، تريننج لما تحصل مشكلة تعمل تريننج، لكن برضو يكون فروم تايم تو تايم عندك كونتينيوس تريننج، أو زي ما بيقولوا كونتينيوس بروفيشنال ديفلوبمنت للأجهزة أو
للعمل للعاملين حقينك. Develop a maintenance program for each piece of equipment. أي قطعة من الجهاز حقك عمل لها يكون لها مينتنس معين، عملته في الحتة الفلانية أو عملته في اليوم الفلاني. يعني دي الحاجات اللي عملتها وبتاريخها وباسم الزول اللي عملها منه والحاجة ذاتها اللي خلتكم تعملوا الشغل ده شنو؟ هل هو في مشكلة حصلت ولا بس أنت شعرت إنك عندك مشكلة جيت عملت التصليح ده؟ طيب ال اي سبيس، اي جزء من السبير بارت او اي جزء في المشين لازم يكون عنده روتين مينتنس بلان تو انكلود الفريكونسي اوف اول مينتنس تاسك، الحاجات المفروض تتعامل شنو، والفانكشن تشيكس. هل الجزء من البارت ده يعني مثلا مايكروسكوب ده تجي تعمل الفانكشن تيست كل مره تجي تشوف اللينس مثلا هل هي نظيفه ولا ما نظيفه، مس يوز ولا ما مس يوز، هل استعمالها استعمال صحيح. في بعض المرات نحن بنخلي الاويل ده في الميكروسكوب ده لفتره طويله، بعد ذلك بيحصل يعني دي واحده من المس يوز حقاتنا في الشغل في اللاب. وخد المثال ده على كل باقي الاجهزه، اي حاجه تستعملها بطريقه ما مستقيمة بتديك باد امباكت. كرييت اكويبمنت انفنتوري اللي هو اول حاجة ريكورد انسترومنت تايب الموديل نمبر والسيريال نمبر لوكيشن اللابراتوري، حتى الاجهزة وضعها في اللابراتوري بالمناسبة من الاشياء المهمة جدا جدا، لانك انت بتقوم تختار الحته السيف حسب حساسيه الجهاز او حسب نوع الجهاز، بتحطه في حته سيف ما بتحطه في حته تكون معرضه للخطر. اللوكيشن لابراتوري ديت بيرتيز اشتريته متين، المانفاكشر اند فيندور كونتراكت او كونتاكت انفورميشن، ديك بيل المفروض نقول اللي هو الفنتر كونتاكت انفورميشن، لازم يكون عندك معلومات عنده، تلفونه الايميل حقه كده كده، عشان اذا حصل اي شيء يكون من السهوله انك تتصل عليهم. واسف الوقت ده طبعا ما زي زمان، الاتصال بقى سهل جدا جدا، ايميل والواتساب والحاجات دي كلها ممكن توصلك اليوم. الوارنتي ونوت اكسبيريشن ديت اللي هو تاريخ النهاية، والسبير بارت تكون موجودة، كلها دي ممكن تكون نسميها ان اكويبمنت انفنتوري. انفنتوري حيلاقينا موضوع كبير في الانفنتوري، لكن هنا بنقصد معناها انك عندك احصاء او متابعة للاجهزة حقتك. بالنسبة للسبير بارت انكلود ريكورد اوف سبير بارت لوج تراك ستوك كوست اند اوردرينج انفورميشن. بعدين لما نيجي نتكلم عن انفنتوري بنتكلم عن انك الاجهزه السبير بارت الموجوده عندك لكل جهاز عددها كم، موجوده وين، تاريخها، عندك سيفير ديت ولا ما في، فدي كلها بنسميها انفنتوري للاجهزه حق او السبير بارت. وقت ما تجي تحتاج ليها تلقى تقدر تتابع بها، لانه ما تجي فجاه وعندك سبير بارت معين تفتش له ما تلقاه، مشى وين، جا من وين، مشى وين، هل ما جبناه من الاول وكذا، لانه اي جهاز كله بيجي عنده الحتات المعينه بيكون عندها سبير بارت. طيب في ترابل شوتينج بتجي تشوف الخطا اللي حصل ده سببه يكون شنو، مثلا هل هو السامبل ولا الريجنت ولا الووتر ولا الالكتريسيتي ولا الاكويبمنت ذاتها، يعطي فيهم يعني مثلا نجي نسأل مرات نجي نسأل نفسنا نقول يا أخي والله الليلة طلعت لي اليوريا فيري يعني كلها هاي، السبب شنو؟ نجي نقعد نفتش يا ربي ده هل من السامبل حقاتنا كلها هاي ولا الريجنت ما كويس ولا المويه ما كويس، دي أسئلة كلها بتحتاج إنك ترجع وتشوف تعمل مقارنة زي السؤال اللي قبل جانا، تعرف السامبل
الكوليكشن حقها كيف، هل هو كوليكشن صحيح ولا ما صحيح، هل جابها في البروبر كونتينر ولا لا، هل دورها مثلا في سنترفيوج بطريقة صحيحة بدون ما يحصل دمج للمكونات حقاتها وكده. الريجنت هل هو فاتح ولا ما فاتح، بالمناسبة الريجنت مرات كثيرة جدا بيكون زول يجي يلقاه فاتح ويطلقه ويقفله، بيكون حصل فيه الدمج حتى من بعد ذاك اتقفل، انت برضه فيه تتأكد فيه ريزيزنت موجودة، فيه حاجات حبيبات موجودة فيه كده، عشان تجي تفتش بعد ذاك تشوف الموية الفلو حقها الكتريسيتي هل هي في ستابيليتي ولا ما في ستابيليتي. الأجهزة مرات كثير جدا بتتأثر بالستابيليتي بتاعت الكهرباء، فلازم الكهرباء حقتك تكون كده. برضه ممكن تشوف الخطأ هل من الجهاز ذاته، الجهاز ذاته حصل له حصل فيه مشكلة جاب ده، عشان بعد ذاك تجي تفتش للسوليوشن حق المشكلة. طيب هو وين النيوز ايفر فير، لما تجي الكلام اللي ده كنت عملته انت في ان هاوس قبلك في محلك انت الشغال، اذا لا قدر الله ما قدرت توصل لنتيجة كول مانفاكشر اور اذر تكنيكال اكسبيرت، تشوف لك استعين بصديق، تشوف يا المانفاكشر ولا تشوف الزول عنده خبرة وانت تكون، ودي بترجعنا تخلينا برضو it is better يكون في كونكشن بينك وبين الناس اللي عندهم علاقة في الأجهزة حقتك. يعني أنا عندي جهاز بتاع سبكترو أشوف نوعه شنو، يا ربي في زول تاني عنده زيه في كده، جهاز بتاع هيتاشي في زول، تعمل يكون في عندك علاقة بالطريقة دي، عشان إذا حصل أي خطأ تقدر تتصل على الناس دي وتعرف المشكلة. ودي طبعا لو اتعملت دي برضه بتكون one of the quality management system procedure عشان تحل بال مشاكلك. look for options to continue service. اي قبل السؤال حقنا كان بيتكلم عن ما موجود وما موجود كده، والناس ما موجودين والناس ما ابديت وكده، فالاوبشنز بيكون شنو؟ obtain backup instrument from central stores or manufacturer. ما لقيت تجيب جهاز من جهة تانية if possible. refer sample to nearby laboratory. ما قدرت تطور تحول السامبل دي لجهة تانية وتكلم البيشن او الكوبيشن تقول له والله يا اخي نحن عندنا مشكلة بسيطة كده، لكن ودينا العينة دي لجهة معينة وساعة كده هتجيب لنا النتيجة. you should mention the time الحاجة اللي بتجي فيه، عشان كده امس لما كنا بنتكلم عن في الكواليتي مانجمنت سيستم اتكلمنا عن انه العينه لازم تكون ريلايبل واكيوريت وان تايم، فدائما الان تايم ده احنا ولا اون تايم بنتاكد عليه انه الزول يكون صادق فيه، يعني بتجي في الوقت الفلاني كده بتتاخر، عشان المسكين الكوبيشن ما يكون ما يعلق نفسه ساعه هو الكاستمر. برضو من الاشياء دو نوت يوز اكويبمنت if it is not functioning، يعني الاكويبمنت لو ما كانت شغاله طوال تكتب عليها دو نوت يوز، ما تقول والله يا اخي كده الباصيره بيجاي نعالجها بيجاي ويمكن تشتغل ويمكن كده، لا شعرت انه نتائجك عملت كل الحاجات اللي عملناها فوق الانفنتوري والترابل شوتينج وشنو شنو لقيت الحكايه دي ات از نوت جوينج جود، طوال تكتب على الجهاز ده انه دو نوت يوز ات، وتخليها كبيره للناس اللي بيجوا يشوفوها بعدك، وبعد ذاك تشوف الحلول اللي ذكرناها قبل، يا اما تستعين بصديق او تمشي او ترسل العينه لنير باي هوسبيتال اور لابراتوري. السيرفيس ريبير المانفاكشرز لابراتوري ماست جيت سكيدول روتين مانفاكشرز مينتنس، يكون عندك جدول للمينتنس حقتك، ده في حاله ما يكون ده الروتين زي ما قبل ذكرنا يومي ولا اسبوعي ولا كده، اما اللي بيحصل اليومي ده لازم تتعمله كده اللي هو البريفنتيف ده، قلنا الوقايه خير من العلاج، العلاج ولازم تعمله يومي if possible. الوارنتي من ريكوير ريبير هاندل باي مانفاكشر، برضو لو تعمل تعاقد ولا كده مع شركه لازم يكون عندك وثيقه او حاجه تثبت انك انت تتعامل مع زول ده ويصلح لك الجهاز حقك. في الان هاوس بايو ميديكال سيرفيس تكنيشنز ديل برضه المفروض يكون نير باي او الناس بيكونوا موجودين في محلك اللي انت شغال فيه وتستعين بهم طوالي. طيب الجهاز ده اشتغلنا به فترة طويلة وأدى واجبه ما شاء الله تمام، لكن فجأة لقينا انه
every now and then هو داير تصليح كل يوم والتاني، هو داير له دول يصلحه، او نودي المش... نودي للمهندس يجيب له سبير بارت يجيب راجع، نودي كده يجيب راجع. طيب بعد نعمل شنو؟ بعد بتجي المرحلة بتاعت يعني أي حاجة عندها زي ما بيقولوا اكسباير ديت أو بتمشي، ما نحاول ندعمها زي ما ذكرنا قبل في الصفحات اللي فاتت دي، ما جهاز ما شغال ما نشتغل بيهم، جهاز ما بدي نتيجة مقنعة ما نشتغل بيهم. بنجي المرحلة الطوارئ بتاعت الريتير، والريتير دي بتجي بعد ما أنت تكون غلبت حيلة زي ما أقول، وديت الجهاز للمهندس يصلحه المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، ولقيت بعد ذاك الكونسيومز حقته أكثر من إنك يعني ممكن الكونسيومز حقته تجيب لك جهاز ثاني جديد. هنا طوال بتجي المرحلة بتاعت الريتير إكويبمنت والديسبوسابل، الديسبوسابل، ودي بتجي تكتب فيها تقرير كامل، والله الجهاز الفلاني الفلاني، حتى لو جهة برايفت ولا جفرمنت بتقوم تكتب والله انا وديت الجهاز الحته الفلانيه وصلحته وجبته صلحته. كل الحاجات دي بتقولها ان ديتيلز، زين بعد ذاك بتوديه للمرحله بتاعت الريتير اكويبمنت. ديفلوب ريتن بروسيدر اللي هي الروتين مينتنس فانكشن تشيكس اللي هي قابلية الجهاز انه يؤدي عمله بطريقة صحيحة، الكالبريشن، الترابل شوتينج، المانفاكشرز سيرفيس، دي كلها بتكون تعملها في 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 تكتيبها على اساس انه خلاص ده ده التقرير حقك، ده التقرير اللي فيه الدوكيمنت حقتك. طيب بعد برضه ممكن يكون عندك اللوج بوك تكتب فيه كل الحاجات دي من اول اللوج بوك اللي هو تكتب فيه انت عملت شنو يوم كده والحصل كده والمشكله كده، والكلام ده يكون برضه مشاع لكل الناس اللي معاك او الناس اللي عندهم علاقه معاك في الشغل، توريهم الحاجات اللي قاعد تحصل دي ومشكلتها شنو، اللي هي الكالبريشن فيرس سيرفيس ريبير باي مانفاكشر اول بروبلمز وفانكشن تشيكس، دي تكون في شكل لوج بوك. الريكوردينج بروبلمز برضو ديت بروبلم، المساله دي المشكله حصلت بتين، والاكويبمنت فروم سيرفيس، والريزون فور بريك داون اور فيلير، كوركتيف اكشنز تيكن، ديت كوركتيف اكشن دي حصل فيها خطا انت قمت صلحته يعني، وبعدين ممكن تجينا كوركتيف اكشن وبريفنتيف اكشن. البريفنتيف اكشن ده قلنا الحاجه الوقائيه، لكن الكوركتيف حصل وانت طوال جيت ميديا صلحته بعد ما الخطا حصل. ديت ريتين تو يوز وتشينج، دي كل الحاجات دي تكون في الـ في الـ بال بال بالدقه والدقيقه زي ما بيقولوا، ما تخليه كبيره ولا صغيره الا تكتبها، ويستفيد منها الزول اللي بعدك او الانجينير اللي بيجي يصلح الجهاز. اكزامبل اوف لوج بوك اللي هي اكويبمنت ايدنتيفاي ايدنتيفيكيشن، اللي هو يكون فيه اكويبمنت تايب والتريد مارك العلامه بتاعت الجهاز والتايب والسيريال نمبر والريجستريشن والديت فيرس يو اول مره قبل قلنا في الانستليشن وجيت شغلته، بس طوالي تكتب والله الجهاز بتاع الكيمستري ده جاني يوم كده وعملنا وشغلته يوم كده، عشان تعرف ذاتك انت الجهاز ده how long it will takes ويديبنس طبعا دي وانا الشغل حقك، لو كان شغل خفيف او شغل كتير ولو الناس مدربين ولا، المهم تكتب الحاجه دي في ديت فيرس يوز واشتريته من وين ولا زول اشتريته منه والباي تايب وهكذا، كل حاجه دي تكون مكتوبه. وده الاكزامبل اوف لوج بوك نمبر واحد. في هنا لوج بوك نمبر 2 فيه تو بي دان باي اند يوزر، زول استعمله في اخر زول مستعمل الجهاز ده ممكن يكتب الحاجات دي، والحاجات دي ممكن يستفيد منها ناس الشركات وممكن وتستفيد منها ذاتك الزول الشغال لما تكون حاجاتك كلها مرتبه ومكتوبه بال فيها لوج بوك. هنا برضو قال في اللوج بوك ده ممكن تكتب الديت اوبريتر والانترفينشن الحاجات اللي اتحصلت شنو. At last, as a summary, we can say an equipment management program فيه الـ equipment selection، فيه الـ preventive maintenance، فيه الـ preventive جاب من الحاجات المهمة شديدة، الـ preventive selection، الـ preventive أو الـ equipment selection والـ preventive maintenance والـ procedure for troubleshooting and repair.
Field documents and records will include inventory of all laboratory equipment, information provided by the manufacturer on operation, maintenance, and troubleshooting, records of all preventive maintenance and repair activities. من الأشياء المهمة أول organize the equipment maintenance program يكون عنده high level of performance and greater confidence in the reliability of result يكون في ثقة في النتائج وبيكون الشغل بيكون بطريقة صحيحة برضو بيقلل fewer interruptions in test performance يعني ما في مشاكل بتاعت وقف الشغل وقف والشغل جراج وحولنا الشغل لتاني لاب تو لاب ودينا كده لا دي كل بتقل ليه؟ لأنه بيكون انت من أول مرة ماشي بالطريقة الصحيحة. Increase safety for laboratory workers will result from well maintained equipment أي جهاز well equipped بدي نتيجة زي ما شفناها قبل بيقلل الكوست وبيقلل الانتربشن وحاجات كثيرة جدا ممكن تكون يعني بطريقة محفوظة. A major part of equipment maintenance is preventive maintenance. Yes, preventive maintenance is a major part of equipment لأنه قلنا ده بنتكافل بلا قبل ما يقع. طيب هنا نكون ان شاء الله انتهينا من المسألة بتاعت الاكويبمنت. طيب نيجي تاني نحاول نتكلم عن حاجة اسمها برضو في السامبل مانجمنت اللي هي داخلة في المسألة بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم بروسيس كنترول سامبل مانجمنت. طبعا سامبل دي من اهم شيء في اللاب اللي هو دي الميديا اللي انت شغال فيها فلازم يكون في طريقه لانك كيف تتعامل مع at the end of this activity name sample collection errors بتعرف نعرف كيف الليبل حق السامبل مهمته شنو بنعمل list of contents should be included in handbook provide rational for rejecting unsatisfactory نحن حيكون عندنا ما بنقبل اي عينه ففي عينات بتجيك عندك كرايتيريا معينه بتقبلها في عينات لو خالفت الكرايتيريا دي تبي ترجعها في الاخر برضه ممكن تدسكرايب system for sample handling و explain the importance of maintaining sample activity. طيب your laboratory has performed PCR for influenza virus on patient samples from clinic A. عندك في المستشفى عندك حاجة كلينيك اسمها كلينيك A جابت لك sample. Most of the results are negative. النتائج كلها جاتك negative. The medical staff from clinic A tells you that الناس الشغالين في الكلينيك A اللي هم في المستشفى حقتك او في الله قالوا لك والله the patient present all the clinical signs of influenza كل الناس اللي اديناك لهم ديل عندهم علامات بتاعت انفلونزا الكلينيكال علامات. طيب what are you going to check and what will you do تعمل تشيك لشنو ما دام هم قالوا لك نتائجك دي كلها نيجاتيف ولكن هم متوقعين انها تكون فيها شيء بوزيتيف او هي بوزيتيف بعدها تيجي تفكر في تراجع المحاليل تراجع الناس الشغالين تراجع الجهاز بتاع البي سي ار الشغال تراجع ان سبرت الحاجات كله اللي فيها شغاله ولا ما شغاله ده عشان تيجي تعمل الكواليتي بتاعت الجهاز. The result of any laboratory examination is only as good as sample received in the laboratory. The result of any laboratory examination is only as good as sample received in the laboratory. النتائج النهائية اللي بتظهر لك نحن ما عندنا في اللاب قلنا ثلاثة مراحل البري والاناليسيس الان بتوين والبوست فالاستقبال العينة استقبال العينة بيكون جيد مطابق لشنو للعينة اللي يو هاف يو ريسيفد بمعنى انك
استلمت عينه كويسه بيطلع نتيجه كويسه، استلمت عينه بطاله بيطلع نتيجه بطاله. وده بيخلينا نرجع نقول نحن مهمه الاستقبال، مهمه الاستقبال ما دائما نعهد ونديه للزول نوت كواليفايد، لا، او نقول لك لا يا اخي ده ما حاجه، ما يعني شنو يجمع عينك يورين يستول وحاجات، لا، دي المفروض يكون فيها زول بصراحه زول ويل كواليفايد، يعرف وات از جوينج اون في الريسيفنج سامبل، يعني سامبل استعمله وكيف استعمله. يعني ما واحد تجيب عينه بتاعت هيستو الفورمالين حقها ربع التيشو، والتيشو مالي الجهاز كله، تلقى زول يقوم يستقبلها، هنا دي بتحصل لك مشكله بعدين، بيحصل ريجكشن. فالمهم جدا انك زول في الاستقبال ده يكون ويل كواليفايد ويل ادابت لشنو؟ لاستلام العينات. جود سامبل مانجمنت بتاثر باسنشال تو اكيوريت لابراتوري دايجنوسيس، فعلا الاستعمال استقبال العينه الصحيح بيكون في دايجنوس حقه يكون صحيح. الانفلونس بيعمل بتاثر في شنو؟ في العلاج. نتيجة غلط علاج غلط، وعلاج غلط مش غلط هو العلاج بس، عنده حاجات تانية، يعني ممكن علاج غلط يأثر في المريض ذاته، يكلفه ماديا، يكلفه نفسيا وهكذا. ما تفتكر انه نتيجة دي تطلع بس نيجاتيف اور بوزيتيف ولا والله خلاص قدر الله ما شاء وما شاء فعل وما في نتيجة كده. صحيح في حاجات ربنا مقدرها وكل الحاجات ربنا مقدرها، لكن عندك انت الفرصة بتاعت تو ميك شور كل الشغل اللي انت شغاله ده ماشي بالطريقة الصحيحة. قلنا بتأثر في الاكيورسي حقت النتيجه، وبتاثر في الانفلونس على علاج المريض، ودايركتلي افكتس بيشنت كير اند اوت كم، تاثر برضو في اهتمامك بالكاستمر والدخل بتاعك اذا انت معتمد على الدخل، وبرضو بتاثر في اللابوراتوري افشنسي اللي هي المساله بتاعت الافشنسي حقت اللابوراتوري، ومهمته انه يديك النتيجه صحيحه بالمواصفات اللي قاعدين نقولها طوال اللي هي accurate reliable و in time. فدي دي الحاجات اللي بتأثر في السامبل. الكومبوننتس لابراتوري هاند بوك يكون فيه بوليسيز و براكتس، بوليسيز و براكتس اللي هي المطلوبات حقت المعمل، الحاجات العملية حقته، و البوليسيز اللي هي الخطوات او الحاجات اللي عايزها ذا اونر اوف ذا لاب اور اوف ذا هوسبيتال. اول حاجه يكون عندك كولكشن بريزيرفن، حفظ، يكون عندك ليبلنج، اسيسنج بروسيسنج تراكنج، ريتنشن ستورج ديسبوسابل، ترانسبورت انفورميشن نيدد. دي كلها الكومبوننت حقت اللابراتوري هاند بوك اللي هو كتيب بتكون خاطئ فيه البوليسيس والبروسيدي حقتك، بيكون فيه الحاجات دي بالتفصيل، كيف تجمع العينات، تجمعها في شنو، تحفظها كيف، ترسلها كيف، لو ده ترسلها في حته ثانيه، هل هي صالحه ولا ما صالحه، تكون يكون عندك تشيك اب ليها وهكذا. ده بسموه اللابراتوري هاند بوك، وبيكون موجود افيلابل في 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 اللاب، ويستحسن يكون عمل عليه صاين ذات الزول المسؤول من اللاب. اللابراتوري هاند بوك contains information needed by those who collect samples، contains يعني الناس اللي بيجمعوا العينات يكون في الهاند بوك ده عندهم المعلومات اللي بيستفيدوا منها، يعني كيف تجمع العينات، هم صحيح درسوها لكن يكون برضه مكتوبه. نقول له والله في الكتيب ده مكتوب do not collect any sample not well collected، يعني المريض يجيب لك سامبل فيها ليكج فيها كده ما تستقبلها. ممكن يكون واحد من النوتس المكتوبه في النوت بوك ده، يجيبوا لك يقول لك مثلا ريجكشن كرايتيريا في السامبل. ريجكشن كرايتيريا معناها جاتك عينات وفي نحن عندنا كرايتيريا معينه بنستلم بها، جات بغير كده ما بنستلمها. يعني ممكن تجيب لي ستول في كبريت واقول لك خلاص انا اكسبتد، لا، تجيب لي عينه بتاعت مثلا جلوكوز تجيب لي في اديتا واقول لك لا خلاص قبلتها منك، لا. فلازم الحاجات دي تكون كلها موضحه ومعروفه في اللوج بوك.
أو الهاندبوك available to all sample collection areas must be understood by all laboratory staff. كل ال laboratory staff مفروض يعرف ال rejection criteria أو المواصفات حقت العينات اللي بنجيبها. وبعدين برضو يكون reference in the quality manual. quality manual برضو بيكون فيهم المعلومات دي ويكون available زي الهاندبوك برضو موجود لكل دول في أو معلومات تكون معروفة لكل الناس. اللابراتوري هاد مكوناته يكون فيه النيم اند ادريس اوف لابراتوري اسم المعمل والعنوان حقه كونتاكت نيمز اند تليفون نمبرز تكون مكتوبه اورز اوف اوبريشن بيشتغلوا كم مورنينج اند نايت ولا بيشتغلوا 200 ليست اوف تيست ذات كان بي اوردر ايوه عشان ما يجي نزول شايل له عينه بتاعت مثلا تي 3 وتي 4 واقول له لا لا دي ما عندنا لا مجرد ما كتبتها في الهاند بوك ده هي موجوده انت لازم تتاكد انها موجوده عندك وهكذا لكل التست سامبل كولكشن بروسيديا سامبل ترانسبورت بروسيديا اكسبكتد تيرن اراوند تايمز الزمن بتاع الرجوع للعينات اللي هو تي اي تي هاو ايرجنت ريكويست ار هاندلد هاو ايرجنت يعني how urgent request are handled وقت استقبال الريكوست ده لحد متى عند وقت معين ولا ممكن تستقبله في اي وقت laboratory responsibilities provide sample collection information what when and how لازم تكون دي معروفه للناس provide appropriate containers and supplies assess all sample pre-examination then define a good labeling system. الليبل برضه المفروض يكون بقلم ما بتمسح بسهوله ما بتمسح لكن ما تيجي تستعمل لك قلم لو الهوض الزول شايل الكونتينر ده يده لين او فيها زيت او فيها شيء تشيل كل المعلومات المكتوبه وبعد ذلك ما تعرف الحاصل شيء. الشيء الثاني المهم برضه في الكوليكشن زول ما يحاول يخط التيوب كلها مع بعض وفاتحه لا واحد لما بعد ما اخذ العينات يجي يشيل الكفر بتاع الاديتا يحط في كفر البلين يش كفر البلين ويحط كده دي برضه دول يحط ويحبذ انه يكون عندك راك عشان كل واحد تكون واقف على حيله وتساهل في جمع العينات. تيست ريكويزيشن مطلوب فيه البيشنت اي دي دي حاجات معروفه تيست ريكويست تايم اند ديت سورس اوف سامبل وين ابروبريت كلينيكال داتا الكونتاكت انفورميشن اوف ريكويستنج يكون عندك المعلومات عن الفيزيشن عشان اذا في حاجه تتصل عليه اخذت لك عينه مثلا العينه دي ماخوذه من اي في فيه جلوكوز مثلا وجابها لك وانت ما عارف انه اخذوها من وين لكن جيت لقيت النتيجة شايتة كثير وما معروفة في الحالة تضطر تتصل على الفيزيشن عشان تورو يا الله جاتنا عينة كده كده وانا ام داوت اباوت ات يقول لك ايوه كويس كده نرجع نشوف التمريض نشوف الناس اللي اخذوها يمشي يقولوا ايوه والله يا اخي دي قبيل العينة دي لما اخذناها لقيناها او الزول اللي اخذها من اليد اللي فيها الاي في او الزول كان عنده مركب له اي في وجينا اخذنا منه العينه ودي تكون مشكله عشان كده لازم يكون في كونتاكت مع الفيزيشن ولا الاوثرايز انديفيديوال اللي هو الطبيب المسؤول او الممرض المسؤول او اي واحد مسؤول فاي نتيجه تجيك فيها مشكله تحاول تكونتاكت الناس دي فورمات ممكن تتملي فيها الداتا يكون فيها كل الاشياء المطلوبه اليونيك نمبر والتايب time of collection and so on. Collection requirements, patient preparation, patient identification, type of sample required, sample of container, labeling, special handling ودي قلنا المفروض برضه يكون الزول المسؤول منها يكون qualified ما يكون زول ساكت ما يعني بس اي زول تجيبه وتقول له والله العينه الفلانيه بناخذها في اديتا ودي بناخذها في كده بعد ذاك وزارته ما يعرف الفرق بين الاديتا والهيبارين ولا how it acts on the sample دي لو ما عرفها بتبقى عندك مشكلة. Providing sample collection information المعلومات كلها تكون معروفة كيف تستعمل كيف تجي تستعمل العينة ومتى تستقبلها و القصوات ذاتها حتى البسيطة بتاعت
كيف تستعمل الكحول، يا تو فينجر تستعمله مثلا للعينة بتاعة الملاريا مثلا أو السمير أو كده، تاخد العينة بشنو السلايد دو نوت تاتش ذا فينجر اند سو اون. في حاجات بسيطة كثيرة جدا أو صغيرة لكن مهمة جدا إن الناس يعرفوها. الليبلينج وده مهم جدا، يكون قلنا الليبل بقلم ما يتمسح. برضو في بعض المرات بيكون في باركود وده مهم جدا براه، وبيديك بيكون مبرمج انه يديك الليبل يكون واضح وبطريقة ما بتتمسح بسهولة. سامبل ليبلينج ايرور اكزامبل اللي هي رونج بلاد جروب، العينة اخذتها من زول ما صاحب ما المريض هو ذاته، عملت لها كروس ماتش هو سامبل نوت ليبل، برضو ممكن يكون فيها مشكلة. الحاجات الأخطاء دي كلها أخيرة ممكن يكون دس للمريض عديل، ممكن يكون المريض يموت ولا كده. نيرس نوت فاميليار ويز تاسك، نيرس فروم ديفرنت وورد. هنا نيرس فروم أي زول يتحرك في اللاب أو في الحتة لازم يكون عارف، ودي اتكلمنا عليها أمس في المزهلة بتاعت لما نيجي زول جديد، يجي زول جديد لازم نوريه أي حاجة في الجسم اللي هو فيه، مش تتحول لجسم تاني برضه، نوريه الحاجات اللي فيه عشان يحصل لها أدابتيشن ويبدأ بعد ذلك يجمع العينات بالطريقة الصحيحة. فالناس لو حاولت أودينا هناك في التمريض ستيشن أو في أي حتة، لازم يكون في زول لما تحوله من جهة لجهة لازم يكون عارف هو ماشي وين وماشي عشان يعمل شنو. السكوب اوف براكتس اللي بيعمله هو شنو في الحالة الجديدة دي. في فيربال انستراكشن بتديها مرات ومرات بتديها مكتوبة. فدي الخطوات كلها الأول المسار اللي بيمشي بيه السامبل ليبلينج ايرور اكزامبل اللي بتحصل فيه الأخطاء. ال outcomes of improper collection delay in reporting test result، تتأخر النتيجة. unnecessary redraws or retest، تيجي تقول للمريض أسوأ حاجة للمريض لما تيجي تقول له جيب عينة تانية جديدة، أول حاجة بخط يده في راسه ويكون خايف ليه أنا ولي جيب عينة جديدة، ليه مثلا ما من أخذوا منا الأول العينة الكافية. ودي بتحصل طوال في مع المريض، عشان كده مش احسن من الاول الزول يتاكد من انه هو اخذ العينه الصحيحه. عشان كده قلنا استلمنا التعبير قلنا الكواليتي ان في اللاب، انك يعني تو دو ذا رايت تيست اون ذا رايت بيشنت اون ذا رايت تايم. العينه تعمل من مرات ولا بتاخذ العينه ما من رايت بيشنت، تكون انت مزدحم يجيك واحد. ونحن عندنا هنا المشكله بتاع عدم الليبل، حتى المريض ذاته المفروض يكون فيه الليبل اذا جاك من الجسم ولا كده، فيجيك واحد هو ما هنا يعمل فيها جوكين ولا يضحك ويقعد لك في الكرسي طوال تسحب منه يكون هو كوبيشن، ممكن تحصل حاجه زي دي. فالمهمه في الشغل بتاع جمع العينات لازم تتاكد من هو از نير يو اور هو از ذا بيشنت، والحاجات دي لازم تعرفها. unnecessary redraws اخذ عينات decrease customer satisfaction، الطوال الحاجة الفوق دي بتاعت الريدرور دي بتجيب عدم الثقة في الناس الشغالين، ودي بالتأكيد بتزيد الكوست اللي هو بواسطة لك حقنة وبواسطة كونتينر معناها هتشتري زيها كتير. incorrect diagnosis ودي برضه مشكلة كبيرة، انك انت اديت دواء غير حقه، ولو كان انتي بايوتيك كل شيء ممكن بعد ذاك الجسم يتعامل معه على اساس انه يعني الناس زي ما بيقولوا يتعامل معه كحاجه غريبه، وتاني يعني بوزع الشغل على باقي الحاجات الجايه الثانيه العلاجات، ممكن يعمل جرح له واخيرا ممكن يموت بسبب الغلطه دي. وبيحصل كثير جدا جدا انه ناس يموتوا لانه العينات اتخذت منهم غلط او الدياجنوست حقهم جه غلط نتيجه لاخذ العينات الغلط او الخطا. وبرضه هنا المفروض دائما المريض
يعني الليبل حق العالم يستحسن انه الليبل يكون موجود في الكونتينر. في بعض الناس يقول لك لا بعد اجيبها حتى نعمل الليبل. والله مرات لو كتبت حسب العينه يعني، لو كتبت الليبل وديته ومشى وجاب العينه لو من الجسم وكده قد يكون احسن من بعد يجيب العينه حتى تكتب الليبل. البري اكزامينيشن ستيب فيريفاي، اتاكد من الكومبليتنس اوف تيست ريكويست ابروبريت اوف سامبل انفورميشن اون ليبل ريكورد ان ريجستر اور لوج. دايما كل ما سجلت الحاجات دي يكون كويس، وكل ما كان في باركود ده طبعا بيكون مور ادفانس. انفورس سامبل ريجكشن كرايتيريا، دي برضو المفروض يطبقها طوالي. يعني مثلا من الاخطاء اللي قاعد تحصل لنا في المعامل، تجيك عينه فيها كلوت وقوم تدخل له وودن ستيك طق يطلع الكلوت دي برا، يقول انا خلاص ما فيها مشكله اعملها، ما دي كلوت صغيره وهذه طلعناها، او يطلعها بدون زول يشوف، ودي كلها مشاكل. السامبل اللي هي الكرايتيريا حقت الريجكشن منطبق عليها طوالي، ترجعها للمريض، واحسن يشاكلك المريض ولا تستقبل له نتيجه او حاجه خطا. دي هنا برضو نوع من الليبل سامبلز كومبليتد ريكوزيشن، السامبل حقه كامل وكل الحاجات موجوده. هنا في سبيل ديورن سامبل اكوز فور ريجكشن، ايوه لما يكون في الكونتينر فيها كراك ولا فيها كسرة ولا شيء كده، ويستحسن طوالي ترجع العينة. Actions for rejected samples: inform authorized person، أول حاجة تكلم الزول المسؤول. Request another sample. Record rejected samples، تكتب أنا عملت rejection للعينة دي عشان كده كده، عشان على اللي قاله الزول اللي بيجي بعدك يكون عارف rejection ده أقل حاجة الناس ممكن يعملوها فيه. Retain rejected sample based on set criteria. Extraordinary circumstances may require testing suboptimal samples، اللي هي مرات ممكن يكون بطريقة غير طبيعية أو غير عادية إنك تعمل التست لسامبل وهي ما يعني ما 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 واخد الصفات الكاملة بتاعت إنك تديها فيها. سامبل ريجستر اور لوج بوك، ده برضه قلنا بنكتب فيه الديت اند تايم اوف كولكشن، ديت اند تايم اوف ريسبشن، سامبل تايب، بيشنت نيم اند سو اون. دي الحاجات كلها ممكن نكتبها في الريجستر. برضه سامبل تراكنج مانيوال، كونفيرم ريسبت اوف سامبلز انكلود ديت اند تايم، ليبل سامبلز ابروبريتلي بطريقه صحيحه، كيب ويز ذا تيست requisition until laboratory ID is assigned. أيوة هنا السامبل تمشي طوالي مع الريكويست حقها، وأول لو كانت في راك يكون معروف العينة دي، لو ما كانت في راك تتلصق ذاته مع الفورم حقها ده وتمشي عشان تكون معروفة للزول اللي داير يشتغل العينة. label samples appropriately and track output traceable to the original sample. احول العينات في شنو في الكونتينر الصحيح عليها. طيب هنا في الكمبيوتر database enters include identification number, patient information, collection date and time, type of sample, test to be performed, name of healthcare provider, location of patient اللي هي هل هو inpatient ward ولا clinic patient ولا outpatient. ودي مهمة جدا، لأنه لما يجيك outpatient تاخذ التلفون حقه، يجيك زول من الورد عارف هو جاي من وين، العنبر حقه وين، وهكذا. handle all samples as if، ايوه دي برضو من الحاجات المهمة بالنسبة لنا. في بعض الناس بيقول يا اخي السامبل اللي بتجيك مثلا تتوقع فيها هيباتايتس ولا اتش اي في ولا اي مرض، حاجات من الحاجات السيريس دي، تقوم تعمل عليها مثلا خط احمر او تلصق بها ورقه حمراء. دي في ناس بيقولوا كمان لا انت ما تعمل كده، خلي اي عينه، الزول بتاع اللابراتوري ده يعتبر اي عينه هي هزر، اي عينه هي هزر. قال هاندل اول سامبلز از اف انفكشنز، اي عينه استعملها كانها هي فيها infections.
يكون عندك policy describe samples to be stored, determine or determine retention time, determine location, describe proper conditions, establish method of organizing samples, حدد الطريقة تنظم بها العينات في المعمل حقك ولا في العيادة، لأنه بالمناسبة العينة دي بتمثل الزول ذاته، هي سموها سامبل لأنها بتمثل، فإذا لخبطت العينات معناها لخبطت المرضى ومعناها لخبطت النتائج وكذا، فأي حاجة لازم تكون well organized. Sample retention, set policy for retention, monitor stored samples including freeze, thaw and thaw cycles اللي هي وضعها في الثلاجة. Maintain an organized accessible system, establish schedule to review all stored samples, يكون عندك جدول عشان تراجع كل العينات اللي انت حافظها. في بعض العينات ما لازم تحفظها for long time لغرض البحث او لغرض داير تعمل منها شغل، دي برضه هتكون well identified. Sample refer, samples refer, date of refer, name of person referring test. الزول اللي حولت جاك تيست من لاب تو لاب ولا جاك تيست من حته معينه كده لازم يكون بيدي كل المعلومات كامله. في المونيتور تراك تير راوند تايم تحدد الوقت اللي ترجع فيه. الريزلت ديليفري فروم ريفير لابراتوري تو ريكويستر اند بروبلمز وذ ريفير النتائج في المفروض ترجع للزول المعين. Sample disposal اللي هي set policy for sample disposal تتعمل لها discard. Compliance with local and country regulations. Disinfection procedure برضه تحدد لو العينات دي خلاص الوقت بتاعها انتهى. في عينات ممكن تقعد for years، في عينات بتقعد for days كده، فكل واحد تحدد البوليسي حقت العينات دي 200 تنتهي منها و200 تحفظها، وبرضو كيف تنتهي منها دي بعدين بتجينا في المسألة بتاعت السيفتي. Sample transport maintain integrity of sample اللي هي تشوف التمبريتشر المناسبة، طريقة الحفظ هل تكون عينة مثلا في تلج زي مثلا العينات بتاعت العينات بتاعت البلود جاز لو دارت تحول لحتة معينة، عينة بتحتاج لتلج عينة كده، فالتمبريتشر مهمة، والبريزرفيشن اوف سامبل، سبيشال ترانسبورت كونتينرز، والتايم ليميتيشنز، اشور سيفتي ريجوليشنز ار ميت. امبارح اتكلمنا عن البيس حق او العلامات حقت الانفكشنز، وحنتكلم ان شاء الله عن السيفتي ليتر اون. فقال اشور سيفتي ريجوليشنز ار ميت، اكد انه كل الحاجات المطلوبة في السيفتي ابلايد واطبق التطبيق صحيح. Transport regulation why where do they come from جات من وين، who developed them جابهم منو جابهم كيف. National transport regulation transport regulation جات بالاير ولا جات بكذا، دي الحروف دي بتوري الحاجات اللي هي جات بها، ريل جات بقطر جات بالطريق جات بالبحر، البوستال سيرفيس وهكذا، دي كل الحاجات دي كان المفروض تكون موجودة. ترانسبورت ريجوليشن قلنا المانديتوري كومبلاينس فايوليشن ديل ويز اكسيدنتس اند سبيلز ريديوس باي هازارد. امبارح لما تكلمنا عن العلامات بتاعت البايو هازر دي ذكرنا فيها انه هي بتوضح لك لما تشوف العلامه دي للناس البدايين والناس حتى الزول المتعلم لو شاف العلامه دي بيعرف انه العلامه دي بتاع حاجه دينجرس وبيعمل منها حسابه. السيفتي كانتريز لابراتوري ستاف باسنجرز والكارير دي كلها ممكن حاجات اساسيه في التعامل مع الترانسبورتيشن. Classification of infectious substance ودي تكلمنا برضو عن حاجة قريبة ليها اللي هي new classification حصل في 2005 based on two transport category
category A for infections substance capable of causing الجروب الأول اللي هي الحاجات اللي بتعمل permanent disability ولا life threatening or fatal disease packing most durable travel packaging with full dangerous good documentation الباكينج والمعلومات بتاعت الحفظ بتاع العينات وكده برضه توضح فيها الحاجات اللي ممكن تحصل تريلينج اوف ترانسبورت ستاف دي برضه مهمه جدا الترانسبورت ستاف زيه زي الستاف الشغال في اللاب ولا كده وبيكون مور اوير بالحاجات بتاعت الترانسبورتيشن المجموعه بي الانفكشن سابستنس نوت انكلود في الكاتيجوري اي دي ليس سترينجنت تريبل باكتشنج ممكن تكون الحساسيه بتاعتها اقل من ديك نو دينجرس جود دوكيومنتيشن ريكوير ما في حاجة. يعني تختلف من ديك انه هي اقل ممكن الدول العامل معاها بطريقه اقل من الطريقه الفاتت او بحرص اقل من ذاك مع انه اي حاجه تتعمل المفروض تكون بحرص exemptions او الحاجات الطالعه من التعريف الفوق substances that do not contain infection substance حاجة عادية ما فيها contain substance ما فيها infections substance containing organisms that are non-pathogenic substance containing neutralized or inactivated pathogens environmental samples that pose to no risk of infection يعني دي كلها عكس الحاجات الجبيل دي كانت جروب A وجروب B فيها infections و بتختلف الدرجة حقته لكن هنا دي تكون شوية ما فيها حاجات كاتيجوري بي كاتيجوري بي وده الاكسمشن حقاني so managing sample transport meet all applicable regulations train personnel in all transport procedures لازم كل الناس يكونوا مدربين على طريقة الترانسبورتيشن هذا summary we can say provide laboratory handbook then have a system for tracking samples establish and implement a policy for sample storage and maintain sample integrity assure that all transport regulations and requirements are met always follow universal precaution دائما الزول يتبع التعليمات المكتوبة في البنفيت حق في البنفيت حقتك وفي الورق وفي الأجهزة وكده تتبعها اتباع واضح الحاجات المهمة laboratory must have good samples in order to ensure accuracy and reliability of testing and confidence in results sample management directly affects patient care and outcome طيب دي برضو واحدة من الـ Process Control Introduction to Quality Control دي الـ Learning اللي هي الـ Definition Quality Control is part of Quality Management System focused on fulfilling quality requirements اللي هو بيتكلم عن الـ ISO 19002000 quality control examining control materials of known substance along with patient يعني زي ما قلنا الكنترول بيتعاملوا كانه عينه بتاعت مريض او في نفس الانفايرمنت اللي اشتغلت فيه الكنترول لازم تشتغل فيه السامبل عشان تكومبير معاه تكومبير بين ذم the goal of quality control is to detect errors and correct them before patient results are reported. عشان تتأكد من العينات يعني هنا نحن بنقول لو في خطأ أو ما في خطأ أنت متوقع برضو أعمل حاول أعمل quality control in between
and every now and then ممكن في بداية العمل في النص في الآخر لما تكون في خطأ ما في خطأ كده حاول أعمل الكواليتي كنترول ليه to detect errors and correct them before patient's results are reported. ونحن اتكلمنا قلنا انك ما حتدي نتيجه لمريض unless انك تاكدت منها انها هي سليمه ولا لا. في حاجه اسمها quantitative examination اللي هي measure the quantity of particular substance in a sample. measurements should be both accurate and precise. تكون صحيحه ومضبوطه. دي في quantitative في كواليتيتيف وكوانتيتيتيف. كواليتيتيف حاجه بكميه وكوانتيتيتيف دي بالعدد يعني. الكواليتيتيف اكزامينيشن ميثود اللي هي زي الجروس اور نو جروس في الميديا بوزيتيف اور نيجاتيف في السيرولوجيست مثلا رياكتيف اور نون رياكتيف والكلر تشين دي بنسميها كواليتيتيف اكزامينيشن تيست. دي بتجيك مرات في الحاجات اللي بتشتغلها مثلا اليورين تيست ولا في البلد ذات مرات بتشتغل عينات في المايكرو بتكون كواليتيف ما في هي بتدي نتيجه لكن ما يعني نتيجتها صحيحه لكن نتيجه تقديريه ديبينس اون ذا مرات يمكن ديبينس اون ذا اي اوف ذا اوف ذا وان هو از دوينج ات تعتمد على عين الزول اللي بيعملها. في السيمي كوانتيتيف results are expressed as an essential of the measured substance. The result are expressed as an estimate of the measured substance. حاجة تقديرية اللي هي زي تريس اماونت مودريت اماونت اور بلس 1 بلس 2 بلس 3 ان 1 بتلقى في اليورين كتير اللي هي مثلا البروتين تقول تريس اور مودريت ولا البصلز تقول اباندنت كتيرة ولا شوية بدون اذا ما ذكرت العدد لكن دائما في البصلز نحن بنكتب العدد الموجود اذا كان كاونتبل. نمبر اوف سيلز بير مايكروسكوب فيلد تيترز اند دايلوشنز ان سيرولوجيكال تيست. دي من الحاجات اللي بنسميها سيمي كانت دي كواليتيتيف ودي سيمي كوانتيتيف عن حاجه قريبه للحسابيه. الكواليتي كنترول ستيبس اول حاجه استابلش ريتن بوليسيز يكون عندك بروسيدر معروفه للكنترول ترين اول ستاف ودي مهمه طوال قاعدين نقولها اشور كومبليت دوكيومنتيشن ريفيو كواليتي داتا برضو دي من الاشياء المهمه في الكواليتي داتا او ريفيو كواليتي داتا اللي انت اشتغلتها عشان تعمل بيها العمل تبع التست السيت حقك. كواليتي بروجرام فيه اربع حاجات استابلش ريزن بروسيدير اند ترين وقلنا التريننج ده طوال بنتكلم عليه لانه مهم جدا. استابلش ريزن policies and procedures train staff assure complete documentation. اي حاجه يا جماعه في اللاب اذا كانت documented بتكون صح او اقرب للصح من الحاجه الثانيه. وفي في في ناس الاداره يقول لك اي حاجه مكتوبه محسوبه والحاجه ما مكتوبه ما محسوبه. فنحن ما نعتمد على الحاجات الفيربل كثير. نحن دائما حاجاتنا تكون documented ومكتوبه. Summary, important part of quality management system. Goal is to identify errors and eliminate them before or عشان كده قلنا الكواليتي تعملوا برر مع التيست وتعملوا نوت يعني ما لو تكون عندك اخطاء لما حتى ما في اخطاء لكن انت داير تعدل لو حصلت اخطاء كده. فgoal is to identify the errors and take it off. Different methods applied to quantitative كواليتيتيف اند سيمي كوانتيتيتيف تيست. ده هنا نكون اتكلمنا عن
برضه هنا نيجي نتكلم عن البروسيس كنترول والكواليتي كنترول فور كوانتيتيف. احنا قبل اتكلمنا عن الكواليتيتيف عن سيمي كوانتيتيف. اذا نشوف هنا بيتكلم عن شنو لال كوانتيتيف تيست ميجر ذا كوانتيتي اوف measure the quantity of particular substance in a sample. Quality control for quantitative test is designed to measure or to assure that patient results are accurate and reliable. Quality control في الكوانتيتيف الحاجات اللي بتتحسب بالضبط يعني دي لازم عشان تتأكد من الاكيوراسي والريليابيليتي اوف ذا تيست. الـ implementation steps أو خطوات العمل بتاع الـ quantitative تعتمد على establish policies and procedure, assign responsibility, train all staff. وقلنا دي طوالي قاعدين نكررها اللي هي responsibility وال train staff, select high quality controls. دائما الـ control لو كل ما لقيت control يعني أكثر جودة تستعمله من لو كان in between ولا ما فيه جودة كبيرة. Establish control rings, develop graphs to plot control values, monitor control values, then develop procedure for corrective action, record all action. الخطوات دي كلها مع بعضها بتخليك تعمل ال quantitative بطريقة صحيحة. هي تكون عندك policies, responsibility, select the high quality يعني مهم جدا. Develop graphs زي الجراف بتاع اللي بيجين تشارتس ومونيتور كنترول فاليوز وان سو اون. دي كلها خطوات نتبعها عشان نوصل ل طيب وات از كنترول. قال كنترول ماتيريال كونتينز ذا سبستانس بينج انالايز. الماتيريال كنترول الحاجة اللي هي بنعمل لها تحليل. include شنو؟ include with patient sample when performing a test. وقلنا ان انت عمل in parallel في خط واحد. use to validate reliability of the test system يعني عشان تتأكد من الحلول مع حقك مثلا هل هو مظبوط ولا ما مظبوط تقوم تعمل نون سامبل مع ان مع الان نون سامبل توديهم في خط واحد وتشوف النتيجة حقت run after calibrating the instrument. أول حاجة قلنا الكاليبريشن بيختلف من الكنترول. تعمل كاليبريشن للجهاز وبعد ذلك تجي تعمل التست برر مع السامبل. هنا داير يورينا الفرق بين ال طيب الكاليبريترز. قال a substance with a specific concentration. قلنا في فرق بينه وبين الكنترول ده عنده specific concentration تركيز معين. وذا يوز تو سيت اور كاليبريت ذا measuring بوينتس اون ا سكيل عشان تحدد الميجرنج بوينت في السكيل مثلا في الكلوروميتر ولا في اي جهاز تستعمله لكن انه يكون شو specific concentration معين. اما الكنترول substance similar patient زي العين samples that has established concentration عنده حاجة معينة أو رقم ما. controls are used to ensure the procedure is working properly. هنا تعرف النتيجة بتاعت الكنترول حاجة كده لو من patient أو جاية من commercial عارف النتيجة عشان كده بتوديها برر مع البيشنت وتشوف واحد معروف وواحد ما معروف بتوريك ان الجهاز حقك ده شغال كويس. الكالبريتر قلنا سبيسيفيك كونسنتريشن بيصلح به الجهاز زي في الكلوروميتر زمان كان في مثلا تجيب ديستيل ووتر ولا حاجه كده تيجي تعمل بيها الكالبريشن للسكيل او الجهاز كله.
المواصفات الكاركترستيك اوف كنترول يكون ابروبريت فور ذا دايجنوسيس، يعني حاجه حاجه يعني ما تجيب حاجه يوريه تقول نشتغل بيه اليوريك اسيد، لا يكون مشاع حق المحلول ذاته. فاليوز كفر ميديكال ديسيجن بوينتس بيحدد الحاجات المطلوبه للتست. similar to test sample available in large quantity ideally enough. ايوه هنا بتكلم عن المثل بتاعت انه يكون كمياته كبيره عشان ما كل مره تجيب من جهه ثانيه او تجيب حاجه ما هنا، لكن لما من اول مره يكون كميته كبيره وهو مطابق للعين المطابق للتحليل له بيكون الحكايه دي بتكون كويسه. بعدين كان ستور ان سمول اليكوز اللي هو تعمله في علب صغيره صغيره وتحط فور لونج تايم ان في الريفريجريتر. التايبس اوف كنترول ماتيريالز ماي بي فروزن ولا فريز درايد اور كيميكالي بريزيرف، يا اما تكون محفوظه مثلجه او تكون محفوظه باضافه محلول كيميائي لها. هي ات ريكويرز فيري اكيوريت ريكونستيتيوشن اوف اف ستيب از نيسيسري. دي هنا لما تجي مثلا تحضر المحلول مهم جدا جدا انك طريقة حل المحلول ولا يكون بطريقة بروبر، يعني ما تخلي الريزيديو سواء او باقي بسيط كده في بتحت في الكونتينر ولا تخليه في الاطراف، لا تحاول تعمله بطريقة الخلطة تكون خلطة كاملة عشان كل الكونسيسيو حقت الكنترول ده تكون داخلة في كل الكومبوننت تكون اتحلت كلها كميتها كاملة عشان يكون التركيز هو الصحيح. لكن إذا كانت حلته بطريقة يعني ما صحيحة بيكون في بعض البواقي قاعدة في مرات كثيرة بنلقى بواقي قاعدة في أطراف الكونتينر، فعملية إنك تحل المحلول الكنترول بطريقة صحيحة دي مهمة شديد. السورس اوف كنترول اللي هي كوميرشالي بريبيرد ولا ميد ان هاوس أو obtained from another laboratory usually central or reference laboratory. دي المحلات اللي بنجيب منها، يا إما عاملينه عندنا يا جايبينه تجاري أو قاعد في جبناه من لاب تاني ملاصق لنا. ال control materials acid and acid و in house. طيب طيب الاسيد اللي هي تارجت فاليو بريد ديتيرمين فيريفاي ان يوز، حاجه المحلول اتاكدوا من كل المواصفات حقاته وكل القراءات حقاته هو صحيحه. الان اسيد تارجت فاليو نوت بريديتيرمين بريديتيرمين فولي اسيد ريكوير بيفور يوزنج، ما استعملناه لكنه هو برضه ما تأكدوا من القيمة حقته الصحيحة. طيب الان هاوس بول سيرا فول اسي وفاليديشن اللي هو مثلا داك تعمل لك سيرا او سيرا من في البلاد بانك حقك ولا في المعمل بدي تشيل عينه وتحفظها بطريقة صحيحة، ممكن تشوف قراءاتها شنو عشان تقرا بيها او تعملها كنترول في جهة ثانية، او هي نفسها تكون قاعدة في اللاب حقك فول اسي مدروسه كويس وفاليديشن فيها فاليديشن بيديها القراءات الصحيحه، ممكن تستعملها في اي طريقه ثانيه. choosing control materials values cover medical decision points من مواصفات يعني يكون similar to the test. controls are usually available in high and normal
دي الطريقة اللي ممكن نعمل بيها الكنترول حقنا. هذه الثلاثة أنواع، هاي ونورمال و اب نورمال. برضه في التحضير تعتمد على التعليمات المصنع، وكيف adequate amount of sample و store correctly. obtain control material, run each control 20 times over 30 days. يعني حاول كرر الحكاية دي زي لمدة شهر. calculate المين و minus and plus standard deviations. variability is طيب نشوف دي variability is the normal occurrence when control is tested. repeated affected by الحاجات اللي بتأثر فيه هو شنو؟ هي الأوبريتر تكنيك والانفيرومنتال كونديشنز والبرفورمانس كاركترستيك اوف ذا ميجرمنت. ودول بيخلينا قبل نقول الكنترول والتيست يكون في يكون بارلل في نفس الانفيرومنت اللي هو اشتغلت به وانت تشتغل به الثاني، لانه الفاريابيلتي بتتاثر بالحاجات الثلاثه دي. عشان كده مثلا يكون عمله زول واحد في نفس الانفيرومنت ونفس الكاركترستيك. The goal is to differentiate between variability due to chance from that due to error، عشان تقدر تتأكد من ال variability ال difference ده جاي من شنو، هل هو من ال environmental ولا من الزول الشغال ولا من الناس الشغالين المختلفين. دي طريقة لل measurement of central tendency اللي هي بتعمله في شكل frequency و measurement. measurements of central اللي هي المود والميديان، والميديان اللي هي دي الطريقة الإحصائية اللي بتطلع بيها تعالج بيها الكنترول. not all central values are the same، ما كل العينات اللي هنا بتكون يعني هنا شكلها واحد. فده ده ده تبسيط للفريكونسي والميجرمنت، فيه المين والمود وفيه الميديان اللي هو حاجة معروفة للناس اللي بيعملوا بيها يقيسوا بيها يشوفوا بيها الكنترول وكده. دي بعض العلامات في القياسات اللي هي علامة الزد اللي فوق دي the sum of sample هنا number of data points all كده. الحكاية دي كلها حسابية وممكن الناس يعملوها practically إذا بتكون اتعملت يعني. هنا ده بورينا النورمال ديستريبيوشن في الشكل بتاع الجرس اللي هو all values systematically distributed characteristic bell shaped curve و assumed for all quality control statistics. quality control is used to accuracy and مهم انا اشوفها اللي هي الاكيوراسي والبريسيجن. وفي فرق بيناتهم طبعا في الديستريبيوشن. نيجي نشوفه
regarded accuracy, the closeness of measurements to the true value. لما تكون قريبة جديدة للإنايدر يسموه الأكيوراسي، تكون قريبة للنتيجة الصحيحة، لكن البريسيجن ذا أماونت أوف فاريشن إن ذا ميجرمنتس، يكون الديستريبيوشن مختلف. البايز ذا ديفرنس بتوين ذا إكسبكتيشن توقعات أوف تيست ريزلت أند أن أكسبتد ريفرنس فاليو، الفرق بيناتهم. هنا بنجي نشوفها بشكل واضح الأكيوريت أند بريسايز في الاولى على يدك الشمال اكيوريت اند بريسايز كل هي صحيحه والديستريبيوشن حقها صحيح قاعده في النص. هنا البريسايز بط نوت بط بايس اللي هو هي متجمعه في حته واحده لكن طالعه برا نوت اكيوريت. هنا في الاخيره امبريسايز مشتته وما الاكيوريت ايكوال بريسايز بط نوت بايس. الاكيوريت هو بريسايز لكن شنو ما 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 ما, ما فيه ديستريبيوشن حقه ما صحيح. فده ده الشكل اللي ممكن يوضح الموضوع ده. ده برضو بتاعت الجرس بتوريك الفريكونسي والحاجات دي، ممكن الزول يشوفها براكتيكال اكتر من النظر. standard deviation is the principal measurement. ده بيحتاج لحاجة عملية أكتر من إنه زول ينظر فيه يقولوا نظري، لكن معروف number of controls good if one control accept result if control is within minus plus or minus 2 standard deviation unless shift or trend. هنا better if two levels of controls apply Westgaard multi rule system. تحتاج لحاجة عملية. Detecting error random variation results with no pattern. طيب variation in quality control results with no pattern only control for rejection if outside the two SD deviation. Systematic error not acceptable. Correct the source of error. طيب خلينا نرجع تاني للsource of error عشان نعرف السبب شنو. الاكزامبل شيفت كنترول اون وان سايد اوف ذا مين 6 consecutive days 6 ايام والترند كنترول موفينج ان وان دايركشن هاندلنج. دي بتحتاج فعلا الناس يحاولوا يعملوها براكتيكال اكثر من quality control if our control stop testing identify and correct problem repeat testing on patient sample and controls after correction do not report patient. وده الحاجة المهمة do not report patient results until problem is solved and controls indicate proper performance. To solve the problem, identify the problem, refer to established policies and procedure for remedial actions. الريميديال اللي قلنا واحد من الطرق اللي بتصحح بيها زي البريفنتيف، لكن البريفنتيف قلنا بيتعمل قبل ما تحصل المشكلة. Possible problems, degradation of reagents, control material degradation, operator error, failure to follow manufacturers, an outdated procedure manual, equipment failure. نحن ناس لما نجي نسأل واحد نقول له أو نسأل نفسنا يا جماعة جات طلعت نتيجة خطأ تفتكر السبب شنو؟ في ناس طوال يفكر يقول لك المشين ما 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 ما, ما كويسة، واحد يقول لك لا والله الريجنت يمكن ما صحيح كذا. أنت أمشي شوف الروت حق المشكلة شنو؟ شوف الحاجات دي كلها مع بعض، شوف الزول الشغال لما اشتغل بطريقة المحلول اللي اشتغل بيه وشنو الحفظ حقه كان محفوظ كيف.
فالمسألة لما ترجع للروت بتاع المشكلة بتقدر تعرف المشكلة الصحيحة عنه. لكن ما طوال تحكم على انه والله الجهاز ده ما كويس، نادوا لي المهندس عشان يجي يشوف الجهاز، يجي المهندس يقول لك والله الجهاز ده ما فيه مشكلة. بعد ذلك تبقى المشكلة في منه، هل في نحن الناس شغالين ولا في طريقة تفكيرنا يعني. فدائما الزول يفكر في أصل المشكلة أو بتحصل أسباب شنو. دي نكون كده انتهينا من جزء كبير من البروسيس. اشتغلناه تقريبا، والله ما اشتغلناه بالطريقة اللي هو لابراتوري ايه بيرفورم. ده هنا برضو نوع من في البروسيس. نقوله لابراتوري بيرفورم، لابراتوري ايه بيرفورم كلشر عن سيودومونس اريجون اريجونوزا از ايدنتيفايد ذن اشر مايكرو. وات كواليتي كنترول ميجرز كان يو يوز تو كونفيرم ذات ذا ايسوليتد از كوركتلي ايدنتيفايد. الكواليتاتيف اور سيمي كوانتيتاتيف تيست اظن ده اشتغلناه شفناه قبل شويه. هنا ده شغله في المايكرو مايكروسكوبيك اكزامينيشن ديبستيك سيرولوجيكال بروسيدير. في الحالة دي أول حاجة هو السؤال كان لابراتوري ايه بيرفورمز كلتشر اند سيودومونس ارجونا از ايدنتيفايد. نادي العمل وكلشر واللي يقول السيودومونا زي الوات كنترول ميجرز عشان اتاكد ان شغلهم ده صح ولا ما صح. طبعا هنا انت لازم يكون عندك حاجه سيودومونا جاهزه زي الكلام اللي قلناه قبل شويه اللي هو كنترول للعينه حقتك دي. فالكواليتيتيف اور سيمي كواليتيتيف تيست مايكروسكوبيك اكزامينيشن ديب ستيك سيرولوجيكال بروسيدجر مايكروبيولوجيكال بروسيدجر اند اني رياكشن ذات بروسيوز produce non numerical أو non numeric results حاجة real qualitative. في هنا عندنا concept معينة sample management staff competency equipment maintenance control stains عشان تستعمل الستينس استعملته. برضو هنا الكنترول والتست نعملهم بطريقة مساوية في نفس الانفايرمنت عشان نتأكد من هل السودومونس دي صحيحة هي سودومونس ولا حاجة تانية. أيوة هنا قال الكنترول ماتيريالز ذات ميميك البيشنت سامبل. الكنترول تكون حاجة قريبة جدا أو تمثل السامبل بتاعة المريض. يكون عندك ريفرنس أورجانيزم، ريفرنس أورجانيزم في كنترول بتعملها ان هاوس، الكنترول بتعملها انت براك بخبرة لكن بتكون بطريقة معروفة يعني انها هي يعني. دول ممكن نعمل كنترول برضو لكن الكنترول ده الا تكرره كذا مرة مع نفس العينات. التراديشنال كنترولز في ماتيريالز ويز نون رياكتيفيتي والميميك بيشنت سامبل حاجات مساوية او مماثلة لعينة المريض. then assess the integrity of the entire test system. بعد ما تعمل التست تشوف مدى صحة الشغل اللي انت شغاله ده. test as per patient sample use positive and negative. طبعا positive and negative دي مهم جدا عشان توصل للنتيجة الصحيحة. ما تستعمل positive بس وتقول كده negative هنا يعني، تستعمل الاثنين positive و negative. يكون عندك ستوك كلشر دي السورس اللي بتجيب منها، او
ممكن بعدها تكون موجودة هنا، ممكن تجيبها من أي حتة تانية اللي هي أمريكان تايب كلشر كولكشن، الناشونال تايب كلشر كولكشن اللي هي يو كي، والباستير انستيتيوت كولكشن فرنسا، من الدول الثلاثة دي ممكن تجيب الحاجة دي، ممكن تكون عندك حاجة مماثلة لها يعني. هنا داير يورينا stains are important take care of them، يعني دي طريقة جميلة ودي طريقة بالشمال، بالشمال دي أو باليمين طريقة الربش كده، ما طريقة الستين الصحيح. وطبعا مرات بنقوم نجيب الصح والخطأ عشان الزول يعرف الصح وين والخطأ وين. طيب في الستين مانجمنت يوز استابليش بروسيجر فور بريبريشن اور ريكونستيتيوشن، وقلنا الريكونستيتيوشن تكلمنا عنه قبل شوية لازم يكون بطريقة بروبر، عشان الستين في مرات ستين باودر لما تجي تخلطه بتخلطه بطريقة صحيحة بيديك نتيجة صح، خلطه بطريقة خطأ بيديك طريقة خطأ. الناس مرات كثيرة يجي يعمل له يقول لك والله الستين ده أنا عملته بالطريقة الصح لكن اداني نتيجة خطأ، لا لو رجعت للسورس الأصل بتاع المشكلة بتيجي تلقاه حصل له ايفابوريشن، حصل له ايفابوريشن للمحلول ذاته وباقي له يعني فترة طويلة، أو معرض كان للشمس وهو المفروض متعرض لها، اتعرض للضوء وهكذا. فالصور دي مهمة جدا قبل ما تحكم على المحلول حقك انه صح ولا خطأ. هنا الف الليفت درايت ستين شكله جميل كويس، وهنا هنا ده جرام ستين، واحد بتاع مايكرو واحد بتاع هيماتولوجي. برضو التشيك لازم يكون with known organism or cells، والاكزامينيشن يكون كريستال شارت اور فور بريسيبيتيشن، ما تكون موجوده اكزامين فور كونتامينانت such as bacteria and fungi، ودي قلنا الحاجات اللي ممكن تحكم بها انت على المحلول حقك ده هل هو صحيح ولا ما صحيح. ميديا problem to avoid outdated dried out contaminated، ثلاث حاجات الممكن قال human blood should not be used because too much patch to batch variation may include inhibitory substance may contain biohazards، دي كلها الحاجات اللي we have to avoid it. As a summary, qualitative test procedure or non-qualitative semi-quantitative test given an estimate, establish a quality control program for qualitative and semi-quantitative test. If quality control results are not acceptable, do not report patient result. دي طبعا حاجة بديهية انك لو الكنترول حقك ما تجامل تقول والله يعني يمكن حاجة قريبة والبيشنت ده طول معاي ونتيجته دي ما طلعت وحسن اطلع عليه واديه الدكتور وكده، لا اصل ما تجامل في النتيجة if the result is not acceptable مع الكنترول اللي انت عملته. دي عبارة هنا في الكيميس دي كويسة اللي هي quality control procedures followed by all staff، لازم كل الاستاف يكون عارفه. نواصل في تسجيلنا إن شاء الله، نتكلم عن الحاجة اسمها وده الشيء المهم عندنا إنه الكاستمر ساتسفاكشن أو العميل حقنا أو الزول بنشتغل له يكون شغلنا في محله.
كاستم بيسموه كاستمر سيرفيس او كاستمر ساتسفاكشن. في الاخر برضه المفروض نكون عرفنا ريكوجنايز فاريتي اوف لابوراتوري كاستمر جروب ديفلوب ميثودز تو ميجر كاستمر ساتسفاكشن ديسكاس بروبلمز suggest solution for this problem, discuss how quality management process help the laboratory meet. لأنه هدف الكواليتي مانجمنت سيستم كله انه تو ساتيسفاي ذا كاستمر. ولما نتكلم عن الكاستمر ما بنقصد بس البيشنت، البيشنت كاستمر، الدكتور كاستمر، الفيزيشن كاستمر، الكوبيشنت كاستمر، اي زول بيتعامل معانا نحن بنعتبره كاستمر. عشان كده وي تراي تو ساتيسفاي اول اوف ذيم. هنا قال a few of your customers have complained about long days in reporting HIV test result. النتائج قالوا قاعد تتأخر. You have confirmed that the delay is unreasonable and you solve the problem. يعني جو اشتكوا لك انت كزول مدير مانجر وقالوا لك النتائج قاعد تتأخر كثير و دار تحل المشكلة. How can you restore confidence with your customers؟ كيف ترجع الثقة للكاستمر حقك؟ ونحن ممكن نزيد تعريف الكواليتي. الكواليتي قلنا عندها تعريف كثيرة و it depends on the one who make use of it. لكن هنا قال الكواليتي is meeting customer needs و expectation. هنا ده الكروسبي قال هي الكواليتي is meeting customer needs. ممكن تقول customer needs and expectations اللي هو توقعات ال 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 توقعات ال الكاستمر. الكاستمر بيتوقع انه يلقى خدمة جميلة وخدمة في وقتها وخدمة، فتوقعاته دي اذا اتحققت نحن بنكون عملنا الكواليتي بطريقة صحيحة. هو is responsible for customer service. هنا طوال الإجابة تكون everyone in the lab is responsible. صحيح كل دول عنده responsibility براه، لكن collectively نحن كلنا مسؤولين من الـ من الـ من الـ من خدمة الكاستمر. وبعد ذلك بتعتمد على الـ individual، يعني عمل كل ذول لوحده، لكن في الاخر بنجمع العمل كله بيدينا الاقناع للكاستمر ده. لكن لو في ذول واحد زي قبل كنا بنتكلم عن البري اكزامينيشن والاناليسيس، لو ذول في البري ما ادى عمله بطريقه صحيحه، ده طوال بيكون شنو ما 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 مشارك في الريسبونسبيلتي بتاع. هو مشارك لكن شنو ما ساعد، ما ادانا او ما ساعدنا في انه ما ادى دوره كامل. عشان كده النتيجه بتاعتنا ما جات كامله. كل الناس مسؤولين وكل الناس مفروض يدوا عملهم بطريقه صحيحه عشان يدوا نتيجه صحيحه، نتيجه كامله ونتيجه مقنعه. البروجرام فور امبروفينج كاستم ساتسفاكشن، الحاجات المطلوبه شنو؟ كوميتمنت فروم اول ستاف، لازم كل الستاف يكون عنده يعني قابليه انه يؤدي شغله او واثق في الشغل او عنده كوميتمنت يجي في وقته المناسب ويؤدي عمله بطريقه صحيحه، يكون في خطه، نولج اوف مونيتورنج تولز، يكون برضه كيف خطوات التحقق من الشغل هل هي موجوده ولا موجوده، والريسورس. دي الحاجات الأربعة ممكن تعمل امبروف للكاستمر ساتسفاكشن. كلها لو اتعملت، وده هدف الكواليتي مانجمنت سيستم، لو اتعملت كلها بطريقة صحيحة بتورينا نحن انه شغلنا شغل صحيح ونتائجنا برضو نتيجة صحيحة مغنى عليه الكاستمر. لابراتوري اللي هو والكلاينت، الكلاينت اللي هم قلنا ممكن يكونوا الكاستمر ذاته، يكونوا البيشنت، يكون الكوبيشنت، المهم اي زول هو ريليتد عنده علاقه بالمعمل بيستفيد ككلاينت او زول عميل. نحن عميل للمعمل او للمستشفى بنفتكر انه او طوالي بنحسب انه كاستمر. فممكن يكون الببليك هيلث، ممكن يكون الكوميونتي، ممكن يكون الفيزيشن هيلث كير بروفايدر، زول شغال في مجال الصحة، أو
المريض ذاته كلهم مع بعض دي الشغل حقهم. اللابراتوري شال بروفايد لابراتوري شال بي قال لي ايدنتيفايبل معكم حاجه معروفه اللي هو وين محله وين الادرس حقه دايركت الكونتاكت انفورميشن التلفون في اسماعيل الالكترونيك كل حاجه دي المفروض تكون معروفه للناس. عشان كده الناس بدوا في العيادات وفي المستشفيات وكده طوال يعملوا بيبر وينشروها كدعايه وبعدين بتوري محل الناس ده وين وموجودين وين وكده. لو زول احتاج لحاجة زي دي يجيون في العنوان والادريس دي مهمة بالنسبة للمعمل. الفيزيشن ريكورس الريكورسمنت حقته الدايرة شنو مننا؟ الفيزيشن هو داير اكيوريت انفورميشن انتربريتابل انفورميشن تايم لاينز يكون عايز نتائجه صحيحة وفي الوقت المناسب. و نفس الشيء حيكون المريض ونفس الشيء حيكون الناس الثانية. فأهم حاجة للفيزيشن البدورة مننا داير الانفورميشن تكون في وقتها وتكون صحيحة. عندنا هنا ثلاثة محطات اللي هي البري اكزامينيشن والاكزامينيشن والبوست اكزامينيشن وكل واحد معروف الحاجة اللي بنعمل فيها، لكن كلها مع بعض هي اللي بتدينا النتيجة النهائية اللي بيستفيد منها الكاستمر. actions to meet physician requirements دي اللي هي التست حقه المطلوب شنو الكولكشن مانوال كده. لما تجي في الاكزامينيشن الكومبتنسي اسسمنت تيست فاليديشن الكنترول اللي اتكلمنا عنه قبل شويه الكواليتي كنترول السامبل كنترول كل الحاجات لو لاحظنا هنا الاكزامينيشن الحاجات اللي في النص دي الحاجات الكواليتي مانجمنت سيستم ذاتها اللي هي فيها كواليتي كنترول واسسمنت وسامبل كنترول والبروسيس مانجمنت والاوكيرنس اللي هتكلم عنها ليتر اون وكده. البوست اللي هو لابراتوري انفورميشن سيستم ريزلت فيريفيكيشن تاكد من النتائج في الوقت المناسب هو تديها للمريض سوري او الكاستمر. البيشنت ريكويرمنت انفورميشن سيفتي كومفورت برايفسي وبرضه هنا بتجينا الحاجه المهمه والله المفروض تكون عندهم كلهم اللي هي السريه دي مهمه جدا بتاعت ان المريض ما معلوماته او النتائج تكون سريه. ما يكون يجيك مريض مثلا انت في اللاب او في المستشفى عنده مشكله مع زول اخذت له العينه بعد شويه يجيك عدو ذاك اللي انت ما عارفه يقول لك اخذ دي النتيجه بتاعت فلان فلان دي مش يشيلها لو فيها مشكله يشهر بيه ولا ما تدعي. عشان كده نحن بنقول الكونفيدنشاليتي مهمه جدا في اللاب انك النتائج دائما تديها للزول اللي عنده الاوثورتي انه يستلمها ما تديها لاي زول. هنا الاكشنز تو ميت الريكويرمنتس ايوه بروفايد كولكشن انفورميشن بروفايد كولكشن فاسيلتيز تريند اند نوليدج بيرسون دي برضه طوال بنتكلم عليها. كونفيدنشاليتي اوف ريكوردز المينتنس اوف ريكوردز برضه هنا الاكشن تو ميت ريكويرمنتس بروفايد كولكشن دي تقريبا اللي قلناها ده في اللابراتوري ادريس اند لوكيشن وقلنا دي مهمه جدا ان المتعامل او الكاستمر يعرف محل اللوكيشن بتاع المعمل وين او الحته اللي هو شغال فيها. في الكولكشن ريكويرمنتس الحاجات المعروفه اللي هو البيشنت ايدنتيفيكيشن البيشنت بريبريشن تايب اوف سامبل تايب اوف كونتينر الليبلنج والسبيشال هاندلنج والسيفتي بريكوشن. في السبيشال هاندلنج دي نحن نتكلم في انه الواحد اخذ عينه ونحن الزمن ده بقينا ندي العينه للكوبيشن
انت لو ده تدي العين الكوبيشن برضه تكلم منه يعني الفيجرس يعني ميكسينج للعينة ده، يحاول تكون حاجة يعني خلط العينة بطريقة أو الميكسينج للعينة، ما يعمل لها ميكسينج بطريقة يعني قوية شديدة عشان يكسر المكونات حقاتها. أو يستحسن لو الزول قدر يودي العينة براه ما يوديها للكوبيشن تشيل عشان يوديها معمل أو يوديها. أنا ده بالنسبة لناسنا أخواننا في التمريض أو الناس المسؤولين من سحب العينات لو كانت خارج المعمل، اديت الكوبيشن خليه اوريه الطريقه الصحيحه، لانه هو يكون عارف. مرات واحد يكون شايل عينه في بلين لكن يقوم يهز العينه، يهزها يهزها لحد ما يوصلها لك تكون هيمولايز. دي بعض الملاحظات لجمع العينات. دي صورة للريسبشن أو محل بنجمع العينات. المفروض عندها يكون عندها برضه كرايتيريا معينة، المريض يكون يجلس في حتة مرتاحة، وتكون كل الاكسسوارز بتاعة جمع العينات تكون موجودة جنبك، الكحول الحقن كده كده كلها تكون موجودة جنبك. هنا البابليك انفورميشن ماتيريال سيفتي كونتامينت، دي الحاجات للبابليك هيلث كوميونيتي. نحن ما قلنا كل الجماعة دي عندهم علاقة باللاب اللي هي البيشنت والفيزيشن وكده. اللابراتوري كل الجماعة الحيطين بيو دول الكوميونيكابل ديسيز اليرت والسيرفيلانس والسيفتي والسيكوريتي والكونتامينت ترانسبورت اوف دينجرس جود، دي كلها مهمة بالنسبة للكاستمر. الكلاينت ريكويرمنتس اللي هو اللابراتوري انسبكشن اكريديت تو هاي ستاندرد، كل ما كان اللابراتوري يعني معترف به عالميا او محليا جهه كبيره او كده بيكون احسن من المعمل اللي بيكون ما معترف به. وفي طريقه برايمري اوليه جوناس الاكريديشن، طلبوا منك حاجات معينه عملتها لكن ما اكتملت، ممكن يدوك حاجه يقول لك والله المعمل ده مقبول لكن لحد ما كده، تكون حاجه برايم بدائيه مثلا اتاكدوا منك اشتغلوا الشغل كويس، بعد ذلك بيجي يقولوا خلاص اكسبتد. فدي تكون كشهادات موجوده في اللاب انه اللاب ده عنده اكريديشن. Customer service is an integral part of a quality management system. A good customer service provides valuable information for best test care, valuable information to improve surveillance and professional image of laboratory. Message for assessing customer service. عشان نشوف قياسنا للمونيتور يكون كومبلنت مونيتورينج كواليتي انديكيتورز، يكون في انديكيتورز معينه توري انه المعمل او الشغل حقنا ده مقبول ولا لا. انترنال اوديت تحقق من الشغل الداخلي او خارجي. مانجمنت ريفيو ساتسفاكشن سيرفيز وانترفيوز فوكس جروبس، دي ممكن تكون المقاييس اللي بنعرف بيها الكاستمر حاجات اللي بتقنعه. شنو هاي مرات بتلقى تعرف الكاستمر ما ساتيسفايد من شكل استقباله للعينة او استقبال للنتيجة كده. assessment method monitoring quality indicators
دي الاسسمنت ميثود، وفيها الاوديتنج، وفيها الريفيوينج او المراجعه بواسطه المانجر. كاستمر سيرفيس ار ريكويرمنت اوف كواليتي مانجمنت سيستم، اللي هو ايزو 90000. يعني دي واحده من الحاجات الاف يعني ضن اكوريتلي، بتوريك انه المعمل ده او الحته دي هي فيها الكواليتي هاز ان جود سيتويشن. يعني successful surveys planned organized pre tested no leading questions unbiased analyzed in a timely manner. The customer service مقدرة النجاح او قيمة النجاح في السيرفيسز. سيرفي انترفيو تيبس رايت دي لما تيجي تعمل السيرفي للانترفيو مدى نجاح العمل حقك. رايت اوت كويشنز ان ادفانس، اسك سبيسيفيك كويشنز. دي في الاوديتنج، لما تيجي تعمل اوديتنج، الاوديتنج ده هنتكلم عنه براه برضه، عنده برنامج كبير الاوديتنج اكسترنال انترنال. المهم من الحاجات اللي فيه انك يكون عندك اسئله عشان تقدر تعرف بيها الشغل الشغال، مش بس تعرف النتيجه الظاهره، بس تعرف ذات الشغل النتيجه دي جات كيف. Ask specific questions and open-ended questions. Provide honest feedback. المسألة يكون فيها إخلاص، إنك أنت مراقب بس وليس تحكم. يعني ما بتحكم عشان تحكم على الزول ده كده، لا، أنت بس توريه الحياة اللي عنده دي الصح فيها شنو، الخطأ شنو، وكيف تصلح الخطأ. How could the laboratory improve its service to you. برضو على الحكاية دي ما بتتعامل إلا يكون في ريفليكشن للعمل أو للنتائج بتاعة المعمل. طيب فوكس جروبس، هو كونتاكتنج فوكس جروب ديسكشن كونسيدر. لما تيجي تعمل جروب عشان للديسكشن، يكون حدها من 8 ل 10 بيبل، انكلودينج بيبل ويز دايفيرس باك جراوند، حاجات مختلفة. ستارت باي اسكينج كويشنز ذات بيلد تراست. Develop a focus group guide for consistency between groups. Ask only open-ended questions, not yes or no. الأسئلة دائما تكون عندها open-ended معين، لكن ما تكون yes or no. تسأل سؤال يقول لك yes، تسأل سؤال يقول لك no. لا، حد سؤال يكون فيه open-ended answers. سيرفيز انديكيتورز والاوديت الفورميشن البروسيس امبروفمنت. بعد ما تاخذ المعلومات، بعد ذلك بتبدا المزاله بتاعت الاصلاح والتصليح. An active quality management system ensures laboratories meet all client requirements. لو الكواليتي مانجمنت ماشي بالطريقه الصحيحه، بدينا الكلاينت او الكاستمر ريكويرمنت بيجاوب عليها. عشان كده قلنا واحده من التعاريف للكواليتي انها بتجاوب الريكويرمنت والاكسبكتيشن، توقعات المريض او المتابع اللي هو الكوبيشن. طيب for today this will be the last topic، اللي هو بيتكلم عن الـ occurrence management.
النكيرس اللي هي الأخطاء أو اللي حصلت أو اللي بتحصل في اللاب. نمشي طوالي نشوف بنوصل لشنو في نهاية الطريق ده إن شاء الله. define the term occurrence, describe the essential quality monitoring tools, differentiate preventive actions. اتكلمنا عنها قبل شوية من ال remedial and corrective actions. في ثلاثة action: preventive و remedial و corrective. بنقوم نفرق بيناتهم إن شاء الله. describe relationship between the preventive action and risk management practice و define and describe root causes analysis. برضو هنا في سيناريو اللي هو قال مريض عمره 83 years was admitted في المستشفى عنده حمى و weight loss and cough, عنده حمى وبيقح ووزنه نازل, and was being investigated for possible tumor. الدكتور قال متوقع الزول ده عنده تيومر. his sputum culture was reported positive. قام جابوا سبيوتم للكلشر اللي جوه بوزيتيف فور tuberculosis. but on later review لما عملوا مراجعة it was found to be a false positive. النتيجة اللي جوا دي اللي جوا false positive. طيب يحصل شنو؟ further investigation found 14 additional patients with false positive TB culture reported. زول عمره 83 سنة جابوه عنده حمى ووزنه ناقص وعنده قوحة والدكتور متوقع عنده تيومر. هنا عملنا الكرشة اللي لقينا بوزيتيف تيوبركلوز, لكن بعد فترة لقوا البوزيتيف دي كانت فولس بوزيتيف, وكمان لقوا معاه 14 واحد تاني ويز فولس بوزيتيف تي بي ريبورتس. طيب في السيناريو ده نشوف شنو اللابراتوري اوكيرنس. ده خطأ حصل في اللاب. هنا نشوف اللابراتوري اوكيرنس اند اتس كونسيكونس او الحاجات اللي بتحصل له شنو. كونسيكونس انكلود ديلي ان كوركت دايجنوسيس, التحليل التشخيص بيتاخر, النسيسري تريتمنت لانه طوال مجرد ما التحليل كان خطا ويبدو يدوه علاج خطا بيكون في كومبليكيشن للعلاج. بيكون في pattern of other contaminants discovered, بيكون في حاجات تانية ظهرت. البروبلم ريسوليوشن ريكوير 6 مانثس اوف انفستيجيشن اللي هي دي بتكون containing contacting of more than 200 patients may requiring culture and x-ray re-exam. هنا بيتكلم انه طول المدة اللي خد الزول ده في العلاج الغير صحيح ده بيكون له توابع حاجات كثيرة جدا اتعملت بتأثر فيه نفسيا وماليا. revision of laboratory procedures eradicated the problem, so laboratory errors cost in time, energy, money, personnel and patient outcomes. what is occurrence, الحاجة الايفنت اللي حصل قبل ده اللي هو occurrence, أخطاء حصلت. an event that has a negative impact, negative impact أو يعني نتيجة ما صحيحة ال occurrence any event حادث that has a negative impact on an organization which includes personal product equipment or the environment. هنا القتل اللي حصل ده تأثيره بيأثر في كل ال organization. ما دام أثر في كل ال organization إذن ال quality management ما كانت صحيحة. نيجي some common laboratory occurrence اللي هي ممكن تحصل الأخطاء تحصل في الاي دي في كتابة الاسم. الاسم يكون ما صحيح أو يكون مرافق مطابق لاسم زول تاني. أحمد محمد أحمد, تيجي تلقى محمد أحمد محمد كده. عشان كده دائما الناس بيميلوا يكتبوا الاي دي في شكل مع الاسم يكتبوا الرقم. برضو من الاخطاء اللي بتحصل lost samples, عينه تروح ما تلقاها. sample delayed in transit في نقلها. contaminated samples, العينه حصل لها contamination. wrong test performed, test performed inconsistent with the written procedure,
اخذ العينه وبالطريقه الصحيحه وشيء، لكن لما جاي يدخلها ما دخلها في في المشين، ما دخلها بالطريقه الصحيحه. نوع نو بروف يس نو طيب قلنا كنت عملت السامبل ولا الرونج سامبل ولا التست بيرفورمد ان كونستنت ويز ذا ريتن بروسيدر. الاختبار البروفيشنسي تيستينج ما فيه خطا، نو اكشن اون اوت اوف ذا ريجنت او الرينج كنترولز، لما عملت الكنترول ما كان في ما اتخذ الاكشن الصحيح، فولس نيجاتيف ريزلت، ليت ريبورتس، ميسنج ريبورت، دي كلها اخطاء ممكن تجي من من اللاب وتكون بيسموها الاوكيرنت، لكن دي الحاجات المترتبه عليها. كومن كوزز اوف ايرور اللي هي حاجات معروفه لنا، يمكن individual responsibilities ان كلير، ما معروف الزول اي زول مسؤوليته شنو، ممكن لما تحصل خطا كل ذول ينكر يقول ده فلان الغلط، لكن ده معنى كل ذول ينكر. No written procedure، written procedure not followed، training not done or not completed، transcription errors checks not done، test kits not stored properly، quality control ولا external quality assessment not performed، equipment not properly maintained. دي كلها ممكن تكون ال common causes of error اللي هي نسميها ال occurrence. Errors can occur throughout testing procedure في الخطوات حقتنا الثلاثة أو الأربعة، الثلاثة خطوات اللي هي البري والأناليسيس والبوست، ممكن تحصل فيها الأخطاء في أي واحدة، لكن إحنا قلنا يمكن تكون في الأول في البري إكزامينيشن بتحصل كثير وطوال بتأثر في الشغل الجوا اللي هو في الاناليسيس وفي النتائج الاخيره. النتائج الاخيره دي ما بس بتعتمد على الحاجه اللي انت عملتها هناك خطا ولا صح، المهم طلعت نتيجه، لكن بتظهر لك انك تعرف انه الشغل اللي اشتغلته ده شغل خطا وما هو صحيح، ويستحسن انك تعرف الروت حق المشكله شنو. لكن الاخطاء دائما بتحصل في ثلاثه مراحل. Pre-examination errors examples wrong sample collected, mislabeled or unlabeled, sample stored inappropriately طريقة الحفظ حقيقة ما كانت صحيحة، sample transported برضو inappropriately, reagent or test kits damaged by improper storage. دي ممكن تكون أسباب الأخطاء. Establish algorithm not followed, the incorrect timing of test, results reported when control result out of range. قبل ما تتأكد من اللي هي صحيحة قمت كتبت النتائج. Improper dilution and pipetting of sample or reagents. ودي قلنا زي تحضير المحلول، اذا ما حضرته بطريقه صحيحه او التيست ما حضرته صحيحه بطريقه صحيحه النتيجه بتكون خطا بالتاكيد. في البوست examples include transcription error in reporting، report اللي قبل report sent to the wrong location، report not sent. ايوه بيحصل هنا انك انت خلاص النتيجه جاتك كويسه، لكن كتبتها ارسلتها لزول ما حقته، او كتبتها في بطريقه خطا، او ممكن تكون لما يكون خلال الكتابه تكون باليد برضه تكون كتبت النتيجه هي ذاتك كتبتها بطريقه خطا او ما كتبتها صح، بدل حرف كتبت ثاني، لكن بالكمبيوتر برضه بالكمبيوتر ممكن يكون في كلارك
أو خطة كتابية. قال هنا the consequences of laboratory error, inadequate or inappropriate patient care ممكن يؤدي للموت, inappropriate public health action بديك undetected communicable disease outbreaks يعني ممكن بالطريقة دي يكون في أمراض كثيرة منتشرة لأنه نتيجة ل إنها not detected. A waste of resource اللي هي ممكن يكون المال ممكن يكون الإكويبمنت كلها بتكون ضاعت نتيجة للإيرور اللي قاعد في شنو في اللاب. وأهم واحدة هنا أنا أفتكر إن الموت طبعا واجب يعني ممكن يتوقع لكن ما بتقدر تعرف الأمراض السارية بسهولة لأنه المعمل ما بيديك نتائج صحيحة. الأوكيرن سايكل فيها أول حاجة أويرنس انفستيجيت أكشن أند كوميونيكيت دي بيسموها السايكل بتاعت الأوكيرنس. أول حاجة مجرد ما لقيت خطر زي ده تعمل أويرنس للناس تعمل انفستيجيشن تشوف الخطر روت حقه وين الأكشن حقك اللي استخدمته شنو عالجت الخطر ده كيف بعد ذاك تعمل كوميونيكيشن للجهات المسؤولة المدير الناس اللي معاهم كده يعرفوا إنه والله أنا لقيت خطر في سوم وير في شغلي وعرفت السبب شنو وعالجت السبب فدي بسموها السايكل بتاعت الأوكيرنس. الأوكيرنس ديتكتد. طيب هنا دايرين نعرف الأوكيرنس ذاتها اللي بيعملها ديتكشن منه دي مهمة جدا. الكاستمر ساتسفاكشن يس ممكن يكون واحد من الناس اللي بيعرفها لانه انا عميل معاك وانا شغال انا مريض بجيك كل مره هناك بعرف بعد ذاك الاخطاء حقتك شنو. المونيتورينج كومبلينت انترنال اوديس اكسترنال ان اكسترنال اوديس اللي هو البيشنت تيست والانترنال كواليتي اشورنس البروفيشنال تيست والاكسترنال كواليتي اشورنس our quality indicators our seeking opportunity for improvements of OFIS seeking for opportunity for improvements our accreditation certification دي كلها ممكن تكون الاوكيرنس دي ممكن تعمل ديتكت للاوكيرنس بمعنى في الاوبورتيونيتي هنا في فرص بتحدد لك انك تعرف في خط حصل لكن بتعرفه بالصدفه او لما تجي الاكريديشن يجوا ناس من برا يعملوا الاكريديشن او انترنال اوديت ولا كده برضه بيعرفوا في الاخطاء اللي قاعد تحصل فكلها على بعضها دي بنسميها الناس اللي بيعملوا ديتكشن لشنو او المراحل اللي بيحصل فيها ديتكشن للاوبورتيونيتي للأوكيرنس مانجمنت. الأوكيرنس اللي بيحصل لها ديتكشن بيتين بيعملوه الجماعة بيعرفوا الجماعة ديل يا إما الكاستمر يا إما نتيجة المراجعة internal audit ولا external audit ولا البروفيشنال تيست ولا الكواليتي indicators and so on. الانفستيجيشن ستيبس انفورميشن gathering تجمع المعلومات بالأول through investigation root cause analysis تعرف ودي ممكن الخطوات دي تحصل يا اما من الناس الاوديتنج او ناس المونيتورنج او تحصل بالصدفه ساعه تعرف انه في حاجه حصلت في اللاب او في نتيجه خطا فدي الانفورميشن جاذرنج المعلومات اللي بنجمعها. ستراكشر انفستيجيشنز الستركشر انفستيجيشن ذات فوكس اون ايدنتيفاينج ذا اندرلاينج ترو كوزز اوف اوكيرنس. افري كوز هاز ا ديبر ريزون. اي خطا يحصل لازم يكون عنده حاجه سابقه له هي السبب والمؤثر فيه. فور ايتش اوكيرنس سيك فايف ليفلز. لاي اوكيرنس اي خطا اسال نفسك خمسه اسئله اللي هي اسكينج واي كيف before being satisfied as to the true root cause.
في 5 مراحل تسأل نفسك الأسئلة دي، اللي هي why wrong blood group given، why cross-matching sample mislabeled، why sample not labeled at bedside. لأنه أنت لما تأخذ العينة في نفس جنب المريض عمل لها ليبل، لأنك it is easy to يا إما to ask the patient what is his name and what is the يعني أي معلومات بتاخدها منه، أو يكون عنده تاج لاصق في يده من التاج ده أنت بتعرف الزول ده المعلومات اللي عنه شنو، إذا كان هو أصله unconscious وما عارف حاجة. ف it is better a sample not to be labeled، سامبل تكون ليبل بسايد السرير او الحته الراقد فيها المريض. ممكن تو بيشنز كولكتد سامبلز تيكن تو نيرسينج سويت سامبلز، كل الفايف واي 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 دي لو لقت اجابات دي برضه ممكن تكون الروت اناليسيس اكزامبل. المانجمنت حق الاوكيرنس اللي هي learn from the event and avoid its recurrence، او تتعلم الحاجة اللي حصلت دي 200 عشان ما تتكرر تاني، الخطأ ما يتكرر. تعمل corrective action تصحيح طوالي للخطأ، او remedial action address the event and its consequences. يعني المهم ركز على الـ على الـ على الحاجه الخطأ اللي حصلت خطأ دي، لكن الاهم فيهم see the potential event and plan to avoid it، عارف الاصل المشكله شنو. وقلنا اهم حاجه في الاكشنز دي اللي هو البريفنتيف اكشن، كل ما عندك حاولت تعمل سيرفي في الاجهزه حقتك تشوف الناس الشغالين كده، لو عرفت اسباب الاخطاء قبل او الاخطاء اللي حصلت او المشاكل اللي حاصله قبل ما تبدا الشغل يكون احسن. لكن لما تحصل المشكله بتبقى مساله بتاعت كوركشن او كوركتيف، و يعني بتكون حصلت المشكله واثرت في الشغل حتى بعد ذلك انت جيت عليها. عشان كده البريفنتيف اكشن اي ثينك ات از بيتر. كيرس مانجمنت بروسيس اللي هي establish a process to detect the problem log findings and actions. اي اول حاجه بعد ما تعمل establish فتش الاخطاء وتكتب اول الحاجات المسببه لها، investigate causes analyze information take appropriate action، اتخذ طوال الاكشن الممكن يصلح الخطأ ده، مونيتور فور ريكروينج البروبلمز عشان ما تخلي المسألة دي تتكرر تاني، بروفايد انفورميشن تو اول نيدنج ات، ادي المعلومات لكل الناس، وهنا بنقصد الناس الشغالين معاك او الناس المسؤولين من الشغل عشان يعرفوا انك انت المشاكل لما تحصل بتعالجها كيف. ولو جزوا سألهم من مرة يقول والله الدكتور عمل كده 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 وعالج المشاكل ودي الايفيدنس حقه اجاب لنا الحاجات اللي عملها، وبتكون هنا انت طلعت من المشاكل من يعني يو ار نوت بليم. هنا بيجي بيسالك وات اباوت يور لابراتوري ليست ذا 5 موست كومن ايرورز اوكيرنج، الاخطاء اللي قاعد تحصل في معملك اكوردنج للكلام اللي قلناه قبل شويه ده، تشوف الاخطاء اللي قاعد تحصل في المعمل حقتك شنو وتبدا تعالجها. The laboratory should employ an active process for occurrence management and take a positive approach. Try to detect problems early and take immediate remedial and corrective action. Seek opportunities to identify potential error. دائما فتح للفرص اللي بتخليك تعرف المشاكل وين وتحلها. Keep good records of all problems. الكتابة دي قلنا مهمة جدا، انه زول يعمل ريكورد طوالي للمشاكل او للحاجات اللي بتتعامل. وزي ما قلنا قبل كده الإدارة بتقول أو بعض الإداريين يقول لك أي كل مكتوب محسوب وأي حاجة ما مكتوبة غير محسوبة، فكل ما تكتب بكل ما الدوكيومنتيشن حقك بيكون محفوظ.
And lastly, guys, the difference between a quality managed laboratory and those with no system in place is that the quality laboratory detects the problem, investigate, and الفرق بين المعمل اللي فيه كواليتي والما فيه كواليتي إن فيه كواليتي بيعمل detection للبروبلم وبيعالجه. This is the last topic.